ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا سنة أولى كيمستري؟ إن شاء الله تكونوا بخير وبأحسن حال. بص بقى، عايزك بقى تركز لي كده، وإيه اللي عايز يتفرج على الفيديو كده من أوله. أولا تبقى قاعد في مكان هدوء لوحدك، مش معاك حد، يعني يبقى حواليك هدوء عشان تركز في كل كلمة هقولها لك وتطلع بأقصى استفادة. متفقين؟ متفقين. بص يا عم، أولا انا مش هوصيك بقى طبعا، شير شير شير، اتفقنا؟ انا عايز الفيديو ده يوصل لكل زمايلك، كل اللي تعرفهم، كل اللي بيسمعني. ليك اي زميل وصل له الفيديو هيستفاد ان شاء الله باذن الله. خلاص، طيب خلونا بقى نصلي على النبي كده. اولا الورقه دي، شايفين الورقه دي؟ الورقه دي كده، الورقه دي كده، عارفينها دينا اللي مملك فيها كل قوانين المنهج بكل انواع المسائل من الاخر. يعني ان شاء الله باذن الله اللي هيركز معايا مفيش مسألة هتقف قدامه في الكيمستري في الترم الأول. خلاص كده، ركز بقى معايا وصلى على النبي. تعالى أشرح لك الورقة دي عبارة عن إيه، وأقول لك كمان أنواع المسائل اللي بيجي لك فيها. عندنا أول لو عندنا خدناه إن النمبر أوف مولز، دي كده النمبر أوف مولز إيكوال إيه يا مستر؟ إيكوال الماس على المولار ماس. طبعًا كلنا عارفين الكلام ده، مفيش فيه أي اختلاف. طيب نوعية المسائل بقى يا مستر بتجي لي هنا إزاي؟ بص يا عم، أولًا هديك النمبر اوف مول، هديهولك خلاص. يبقى النمبر اوف مول يا مستر ماله؟ هديهولك جيفن اهو، ده هيكون معاك. حلو كده؟ حلو يا مستر. خلاص، وهطلب منك تحسب لي الماس. دي نوع مساله؟ اه دي نوع مساله. طيب هجيبها ازاي؟ اولا نمبر اوف مول طالما انا مديهولك هتضربها في المولر ايه؟ في المولر ماس. طب انا المولر ماس هحسبها منين يا مستر؟ هيكون مديلك كل اليمنت ما بين براكت كده، الاليمنت والاتوميك ماس بتاعه ايكوال كام. متفقين كده؟ متفقين يا مستر. طب ايه النوع الثاني من نفس المثلث ده، التريانجل ده؟ هديك الماس واطلب ان انت تحسب لي النمبر اوف مول. فهمت اللعبه؟ يعني هديك الماس واقول لك احسب لي النمبر اوف مول، يبقى حضرتك هتعمل ديفايدنج للماس اوفر الايه؟ المولر ماس. ودي اول حاجه عندنا. حلو يا مستر. طيب تعالى بقى نتكلم عن النوع الثاني من المسائل. ايه النوع الثاني من المسائل؟ بص بقى البيراميد ده ماله، افهم بقى وركز معايا عشان تعرف تستخدمه في الامتحان. هنا عندي النمبر اوف مول يا مستر ماله؟ ايكوال الماس على المولر ماس، صح؟ ما احنا عارفينها دي، خلاص عرفناها، ممتاز جدا. ايه بقى النمبر اوف يونتس؟ النمبر اوف يونتس دي بقى انا جمعت لك كل المسائل بتاعه افوجادروز نمبر. يعني يا مستر مش فاهم؟ بص يا عم، النمبر اوف يونتس دي ممكن اليونتس دي تكون اتومز، ممكن تكون ايونز، ممكن تكون مولكيولز. خلاص كده تمام يا مستر. طيب هحلهم ازاي؟ بص يا عم، ابسط نوع واسهل نوع والمباشر اللي بعوض فيه تعويض مباشر المولكيولز. يعني ايه؟ لما اجي اقول لك كالكوليت النمبر اوف المولكيولز اللي موجوده مثلا في ال NaCl صوديوم كلورايد، هتحسبها ازاي؟ هتقول لي يا مستر والله عشان اجيب، وخد بالك هيديها لك مثلا بماس، يعني يقول لك انا عايز النمبر اوف مولكيولز بتاعه الصوديوم كلورايد اللي موجوده مثلا في 5 جرام من الصوديوم كلورايد. خلاص كده هتعمل ايه؟ مش جرام معناها ماس، اه هعمل لها ديفايدنج على المولر ايه؟ على المولر ماس بتاع ال NaCl، وهو هيكون مديك ال Na ايكوال كام والسي ال ايكوال كام، يبقى هعمل ديفايدنج للماس على المولر ماس، يبقى انا جبت النمبر ايه؟ اوف مول. هعمله تايمز افوجادروز نمبر، ابقى انا جبت له النمبر اوف مولكيولز. خلاص؟ امال يا مستر ايه الفكره بتاعت الاتومز والايونز دي؟ هشرحها لك ان شاء الله على الورق هنا بالتفصيل. حلو؟ وهفهمك ازاي المسائل بتيجي فيها وازاي تحل فيها. طيب ركز معايا بقى. المثلث ده يا مستر او البيراميد ده عباره عن ايه؟ البيراميد ده ركز معايا برضو، مش انا عندي النمبر اوف مول يا اولاد عباره عن الماس على المولر ماس؟ اه. خد بالك بقى هنا ده نوع تاني من المسائل. ازاي يا مستر؟ هديك الماس، هديك الايه؟ الماس، واقول لك احسب لي الفوليوم اوف جاز. هتقول لي خلاص طالما اديتني الماس هعمل لها ديفايدنج على مين؟ على المولر ماس. بعد كده يبقى انا جبت النمبر اوف مول، النمبر اوف مول اللي انا جبته ده هعمل له ملتبلاي في كام؟ 22.4 لتر، يبقى كده جبت الفوليوم اوف جاز. طب العكس نوع تاني على نفس البيراميد، هديك الفوليوم، هديك الماس. حلو كده؟ هديك الفوليوم اوف جاز بقى المره دي، هديك الفوليوم ايه؟ اوف جاز، واقول لك احسب لي الماس او المولر ماس. هتجيبها ازاي؟ عادي خالص، لو انا اديت لك الفوليوم هتعمل له ديفايدنج على مين؟ على 22.4. مش انت كده جبت النمبر اوف مول؟ اه. طالما معاك النمبر اوف مول هطلب منك الماس. طب لو انا اديتك الماس يبقى هطلب منك المولر ماس. فهمت اللعبه؟ شفت كام نوع من المسائل ممكن اجيبه لك في بيراميد واحد بس؟ فهمتها؟ لو انت الصوره واضحه قدام عينك بفضل الله هتعرف تحل اي مساله. طيب تعالى خد دي كمان. ايه دي يا مستر؟ ممكن بقى اديك الفوليوم اوف الجاز اه، واقول لك هات لي النمبر اوف مولكيولز اللي هي النمبر اوف يونتس بقى، ممكن مولكيولز، ممكن ايونز، ممكن اتومز. طب هعملها دي ازاي يا مستر؟ هعمل ديفايدنج للفوليوم اوف جاز على 22.4 لتر.
يبقى انا كده جبت النمبر اوف ايه؟ اوف مولز. هعمل له مالتي بلاي في افوجادرو يبقى انا جبت له النمبر اوف يونتس. فهمنا اللعبه يا اولاد؟ خلاص؟ طيب امال ايه دي يا مستر؟ دي بيقول لي ان الليميتنج رياكتانت ماله؟ ده التوتالي كونسيومد ديورنج الكيميكال رياكشن. طب هعرفه ازاي؟ اللي بيستهلك تماما ديورنج الكيميكال رياكشن هو ده الليميتنج رياكتانت. فهمنا اللعبه؟ طيب نرجع ونكمل الجزء اللي ناقص عندنا في الورقه الاولى. عندي ايه بقى؟ صلى على النبي كده وركز معايا. اولا اي برسنتج يا ولاد في الدنيا هتقابلك من هنا لحد ما تتخرج؟ خلاص؟ ايه هي؟ البارت اوفر الاول تايمز ال 100. طب انا عشان اعملها في بيراميد يبقى في تريانجل يبقى انا هقول البرسنتج ايكوال البارت تايمز ال 100. شفت البرسنت دي؟ اوعى تكتبها على الكالكوليتر، دي بتكون ريزلت خلاص في الاخر، يعني دي ما بنكتبهاش في الكالكوليتر. لو عملتها على الكالكوليتر ده هتطلع لك غلط، يعني الناتج بتاعك هيطلع غلط. اوعى حد وهو بيحل مساله اي برسنتج يكتب البرسنتج دي على الاله، غلط. خلاص يبقى هتعمل البارت اوفر الاول تايمز ال 100 او البارت تايمز ال 100 اوفر الاول. مظبوط، فهمت اللعبه؟ طب دي عندي في ايه يا مستر؟ دي عندي في اكتر من حاجه. اولا لما اقول لك احسب لي الماس برسنتج بتاع الاليمنت في كومباوند، سي بي دي اختصار لكومباوند، معايا؟ عشان تبقى فاهم كل حاجه في الورقه. طب دي هعملها ازاي يا مستر؟ دي الماس اوف الاليمنت تايمز ال 100 اللي هو البارت، مش الماس اوف الاليمنت ده البارت، على الاول الماس بتاع الكومباوند اللي هي معناها المولر ماس يعني بتاعت الكومباوند كله. فهمنا اللعبه؟ طيب تعالى بقى للمسائل بتاعه الاكشوال ييلد. الاكشوال ييلد برسنتج مش معناها البارت اوفر الاول تايمز ال 100؟ طب هو مين البارت؟ الاكشوال ولا الثيوريتيكال؟ لا هو الاكشوال البارت، يبقى الاكشوال اوفر الثيوريتيكال تايمز ايه؟ ال 100%. ماشي يا مستر. طب تعالى لي بقى في دي. ايه دي؟ بص يا عم، في نوع من المسائل مهمه قوي. ايه هو؟ لو انت لقيت في اي مساله ماس برسنتج الاليمنت، يعني ايه يا مستر؟ مش فاهم، يعني يجي يقول لك كده ان البرسنتج بتاعت الكربون 25% مثلا، او الاكسجين الاو ب 75%، او الهيدروجين مش عارف بكام. اي مساله بقى هتجي لك في الامتحان هتلاقي فيها برسنتج وانت مغمض، هو كده هيطلب منك ان انت تحسب له امبيريكال ايه؟ فورمولا. طب دي يا مستر بنحلها ازاي؟ الاربع خطوات اللي ورا بعض دول، بتكتب ماس، مولر ماس، نمبر اوف مولز، امبيريكال فورمولا. طب الماس دي يا مستر عباره عن ايه؟ شفت البرسنتج دي؟ اكنها مش موجوده، اكنها دي جرام، اكنها مش موجوده، اكنها جرام. يعني هاخد ان الماس بتاعت الكربون مثلا، هقول كده ما بعمل كده، ادي كربون وادي اكسجين، يبقى الماس بتاعت الكربون بكام هنا يا اولاد؟ هنا يا مستر يبقى 25، يبقى الاكسجين بكام؟ 75. بعد كده هو هتلاقيه ما بين براكت كده مديك ان الكربون ايكوال 12 والاكسجين ايكوال كام؟ 16. طبعا دي انا مالفها من دماغي المساله، يعني دي مش مساله حقيقيه، بس انا عايز اعرفك الستبس هتمشي ازاي. طب يبقى المولر ماس بتاع الكربون كام؟ يبقى هنا 12. طب والاكسجين 16، يبقى حضرتك هتعمل ديفايدنج لده على ده وديفايدنج لده على ده، هيطلع لك هنا 2 نمبر، صح؟ الخطوه دي بقى بنقسم الكل على اصغر رقم فيهم او اصغر رقم منهم، بنشوف مين اصغر رقم في دول. هقسم الطرفين على الاصغر رقم، فاصغر رقم لما اقسمه على نفسه هيطلع ايكوال 1، والتاني لازم يطلع انتجر نمبر كده. يبقى انا اشوف الكربون موجود كام مره، الاكسجين موجود كام مره، يبقى انت كده جبت لي الامبريكال فورمولا. طب دي يا مستر طالما انا جبتها لازم يطلع النمبر اوف مولز في الاخر انتجر نمبر، عدد صحيح. طب لو طلع يا مستر 1.5 هعمل ايه؟ اعمل كله تايمز 2، يعني هتضرب الاثنين تايمز 2. طب لو كانوا 3، الثلاثه هضربهم تايمز 2. فهمت اللعبه يا اولاد؟ طب دي بقى هحلها ازاي او هحل بيها ايه؟ هحل بيها البيراميد الجميل ده. ايه هو؟ هيجي لك في المساله هيقول لك كده كالكوليت المولكيولار فورمولا اوف الكومباوند ذاتس مثلا كومبوزد من ايه؟ من قد كده برسنتج للكربون، قد كده برسنتج للهيدروجين، قد كده برسنتج للاكسجين. طب لو هو بقى جابها سهله ومش عايزنا نضيع وقت هعمل ايه؟ هو هيقول لك كالكوليت المولكيولار فورمولا بتاع كيميكال كومباوند الامبريكال فورمولا بتاعته ايكوال كذا سي اتش كذا. طب طالما هو مديني الامبريكال مش انا عايز احسب المولكيولار فورمولا اللي هي دي؟ هعمل ايه؟ هعمل مالتي بلاي الامبريكال في النمبر اوف الريبيتد يونت اللي هو الان. الله، يعني الان ده هنا مش النمبر اوف مول، لا ده النمبر اوف الريبيتد يونت. طب دي يا مستر ايكوال ايه؟ ايكوال الاثنين دول على بعض. قلت لكم مولر ماس اوفر مولر ماس لازم يطلع انتجر نمبر. طب عشان ده يطلع لي انتجر نمبر عدد صحيح مش لازم اقسم الكبير على الصغير؟ يبقى مين الكبير؟ المولر ماس بتاعت الكومباوند ولا بتاع الامبيريكال؟ الكومباوند. يبقى مولر ماس اوف الكومباوند على المولر ماس اوف ايه؟ اوف الامبيريكال. هيطلع لي الان بانتجر نمبر اضربه بقى في الايه؟ في الامبيريكال فورمولا، يبقى انا كده جبت له المولكيولار فورمولا. فهمنا اللعبه؟ بمنتهى البساطه. طيب امال ايه يا مستر الجزئيه دي؟ ده نوع يا اولاد من المسائل بتاع ايه؟ بتاع الدايليوشن. دي الدايليوشن كل البروبلمز بتاعت الدايليوشن بنحلها باللو ده.
اللي هو ايه؟ ان الام 1 في 1 ايكوال الام 2 في 2، يعني الام 1 في 1 اللي هو بيفور ايكوال الام 2 في 2 اللي هو افتر. فهمنا اللعبه؟ خلاص. يعني ايه؟ يعني هيديك الكونسنتريشن، المولر كونسنتريشن والفوليوم، ويقول لك انا عايز المولر كونسنتريشن الثاني ويديك الفوليوم. فهمت اللعبه؟ طيب امال دي ايه؟ الدينستي بتاعت الووتر ايكوال 1 جرام بير ملي لتر، ده معناه ان الماس بتاعت السوليوشن ايكوال الفوليوم بتاع السوليوشن. والله لو كانت الماس بالجرام يبقى الفوليوم بالملي لتر، طب لو كانت الماس بالكيلو جرام يبقى الفوليوم بالليتر. حلو؟ حلو يا مستر. يلا على اللي بعده، اللي بعده ركز معايا. دول بقى ايه قصتهم يا مستر؟ دول عشان احسب الكونسنتريشن بتاع السوليوشن. طب عندي كام حاجه، ركز معايا. اولا عندي البرسنتج، ودي حاجه من الاثنين، يا اما ماس ماس برسنتج يا اما فوليوم فوليوم برسنتج. طب الماس ماس برسنتج ايكوال ايه؟ مش انا قلت لك اي برسنتج؟ ركز بقى معايا عشان تعرفها انت لوحدك. الماس ماس برسنتج دي عباره عن ايه؟ مش انا قلت لك اي برسنتج؟ البارت اوفر الاول تايمز ال 100. طب طالما بحسب ماس بتاع سوليوشن، مش السوليوشن عباره عن سوليوت مع سولفنت؟ يا مستر. طب يبقى مين البارت يا ابني في دول؟ سوليوت ولا السولفنت؟ السوليوت. مش ده الصغير البارت؟ يبقى الماس اوف سوليوت. طب مين الاول؟ اوعى تقول لي سولفنت، غلط. الاثنين مع بعض يا حبيبي، سوليوت وسولفنت، يبقوا الاثنين ايه؟ سوليوشن. يبقى الماس اوف سوليوت على الماس ايه؟ اوف سوليوشن. دي طبعا بالجرام تايمز ال 100، ومحدش يكتب البرسنت في المساله. طب فوليوم فوليوم نفس الفكره بالظبط، فوليوم اوف سوليوت على الفوليوم اوف سوليوشن. طب هنا بقى الماس ايه اوف سوليوشن ايكوال ايه يا مستر؟ ماس اوف سوليوت مظبوط بلس ماس اوف ايه؟ سولفنت يا مستر. ليه؟ ممكن اجي في مساله اقول لك كالكوليت الماس اوف سولفنت، يعني حضرتك هجيب الماس اوف سوليوشن عادي جدا، وبعد ما تجيبها هعمل لها سبتراكت من ايه بقى؟ من الماس اوف سوليوت. يعني اهو ماس اوف سوليوشن، هقوم مودي هناك الماس اوف سوليوت يطلع لي الماس اوف سولفنت، يبقى انت كده حسبتها خلاص. كل اللي بكلمك عليه دي انواع مسائل، كل دي كده انواع مسائل ممكن تجي لك، خلاص؟ بحيث انت تبقى فاهم اي نوع هيجي لك، بتشوف ايه عندك الانفورميشن، انهي بيراميد موديل هشتغل بيه، اشتغل على طول تعويض مباشر. طيب نيجي هنا بقى، ايه القصه؟ عندي مولاريتي، عندي مولاريتي. المولاريتي يا مستر الام كابيتال دي ايكوال نمبر اوف مول اوف سوليوت على الفوليوم اوف سوليوشن بالليتر. طب المولاريتي النمبر اوف مول اوف السوليوت على الماس اوف السولفنت بالكيلو جرام. امال ايه دي؟ دي الفريزنج بوينت بتاعت الالكتروليتيك سوليوشن ايكوال النمبر اوف مولز اوف الايونز تايمز نيجاتيف 1.86 ديجري سيلسيوس. خلاص. طيب هنا ده لو كان الكتروليتيك سوليوشن. طب افرض قال لي احسب الفريزنج بوينت لنون الكتروليتيك سوليوشن، في الحاله دي لازم يكون بعمل ديزولفينج في 1 كيلو جرام من السولفنت، يعني 1 كيلو جرام من الووتر. طب افرض جابها لك ب 500 جرام، معناها ان النمبر اوف مول اللي هيطلع هتعمل له ملتبلاي 2 عشان يكون في قد ايه؟ 1 كيلو جرام. تاني الحته دي، طالما نون الكتروليتيك سوليوشن يا ولاد زي الجلوكوز، وهعمل له ديزولفنج في الووتر عشان اعمل سوليوشن وعايزني احسب له الفريزنج بوينت، شرط يكون ديزولف في 1 كيلو جرام من السولفنت. طب افرض عقل لك ديزولف في 500 جرام، ما ينفعنيش، انا محتاج 1 كيلو جرام. طب هعمل ايه؟ النمبر اوف مول اللي هيطلع هعمل له تايمز 2. فهمت اللعبه؟ يبقى هو ده هيكون الفاينل نمبر اوف مولز اوف الايونز، هعمل له ملتبلاي نيجاتيف 1.86. خلاص. طيب امال دول ايه بقى؟ ده السترونج اسيد، الويك اسيد، السترونج بيز، الويك ايه؟ الويك بيز. طبعا الورقه دي اهم ورقه عندك فين؟ في المنهج دلوقتي. خلاص يلا بقى نقول بسم الله وركز معايا، مش هاكد تاني. بص بقى من الاخر كده، الترم التاني ده ان شاء الله متوقف على الشير اللي هلاقيه في الفيديو ده من الاخر. خلاص قايلين انا ايه بفضل الله، يعني مش مقصر معاكم في اي حاجه خالص. خلاص كده. طيب نقول بقى بسم الله وركز معايا، نبتدي بقى نراجع على المنهج بتاعنا كله. اول حاجه يا مستر، هتكلم على الكيمستري والميجرمنت. ايه الفكره او ايه القصه؟ اهم حاجه عندي هنا الانتجريشن. يعني ايه؟ لما يقول لي ايه هو الانتجريشن بتوين الكيمستري مع اي ساينس تاني، مع بيولوجي مثلا، ايه القصه بقى؟ بص يا عم، والله لو لقيت الكلمات دي بقى يقول لي ايه؟ organs، خلاص، cells، planets، animals، يعني living organisms. طب يقول لي ايه تاني؟ يقول لي tissue،
خلاص. يقول لي ايه تاني؟ اي حاجه انسايد الهيومن بادي او انسايد الليفنج اورجانيزم دي معناها ان هي ايه؟ ان هي بيولوجي. بس معاها يقول لي بقى ايه؟ عندك element like ايه بقى؟ O2 كربون دايوكسيد. خلاص كده معناه ان هو يقصد ايه؟ يقصد برانش اوف البايو كيمستري. البايو ايه بقى؟ كيمستري. حلو. طيب لو جيت لقيت كلمه زي دي ميكسينج سيبريتنج ميكسينج سيبريتنج كالكيوليتنج ايه بقى الحاجات دي يا مستر؟ الكلام ده يبقى بيقصد ايه؟ بيقصد طالما هعمل ميكسينج او سيبريتنج او كالكوليتنج الكلام ده معناه ان هو يقصد كده analysis. يعني ايه analysis؟ مش كلمة analysis يعني تحليل. طب هي دي جاية من ايه؟ جاية من ال analytical. طب ال analytical دي او ال analysis ده ال analytical مش دي طبعا analytical chemistry. طب هعرف منين ايه analytical chemistry؟ هتلاقي برضو معها نفس القصة بتاعت ال element. طب حلو. طب هو يا مستر ال analysis ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن حاجتين، دول بيعرفني ال type ويعرفني ال concentration. يعني هيعرفني التايب والكونسنتريشن بتاع ايه؟ بتاع الاليمنت او الكومبوننت. بمعنى انت دلوقتي لما بتروح تعمل اي اناليسز، خلاص نعمل مثلا سي بي سي صوره دم كامله، ايه اللي بيحصل؟ بتلاقي هنا مكتوب مثلا الريد بلاد سيلز، الوايت بلاد سيلز، البلاتليت وهكذا، صح؟ طب مش ده التايب يا ولد؟ وتلاقي هنا اقول لك الكونسنتريشن بتاعك وفي الاخر هنا ريفرنس بتوين كذا لكذا. خلاص يبقى الاناليسز ده يا مستر بيعرفني ايه؟ بيعرفني التايب والكونسنتريشن. طيب تايب وكونسنتريشن ده كده يبقى يقصد ايه؟ يقصد الـ analytical chemistry. يبقى analytical ايه بقى؟ chemistry. حلو قوي ماشي. طب دي كمان زي الفل يا مستر. افرض بقى جه قام عمل كده ايه؟ قال لك والله عندك يا عم living organism. living organism ده بيتكلمك على element فيه زي الاكسجين او الكربون دايوكسيد، مالهم يا مستر؟ خلاص ممكن كمان يكلمك على الجلوكوز عادي، ما هو جوه جسم الانسان كيمستري. ماشي ايه القصه بقى؟ يقول لك دوت بيتحرك مثلا moved او moving او الدايركشن بتاعه ماله against الجرافيتي، يعني السايكل بتاعته عكس الجرافيتي. حلو كده؟ حلو. ده كده بقى يقصد كام برانش ليفنج اورجانيزم؟ يعني بيولوجي. يبقى عندي كده يا مستر بيولوجي. طب element يعني chemistry. طيب against ال gravity وال movement وال direction وال force والحاجات دي كلها يبقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن physics. يبقى ده integration between biology chemistry ايه؟ physics. ماشي يا مستر. ايه تاني؟ بص يا عم ممكن مثلا الكلام ده فين؟ ماشي. ممكن مثلا يقول لي ايه؟ يقول لي الاول بقى ايه الفرق ما بين الميديسين وما بين الفارماسي؟ ها حد يعرف ايه الفرق ما بين الميديسن والفارماسي؟ ركز بقى معايا عشان تعرف الفرق ما بين الاثنين دلوقتي. بمعنى ميديسن يا مستر دي معناها ان بنعمل دايجنوزز. يعني ايه دايجنوزز؟ تشخيص. طب التشخيص ده بيبقى عباره عن ايه يا مستر او ريزلت الايه؟ ده يا ابني بيبقى ريزلت عن الاناليسز او الريبورت اللي الدكتور بيطلبه منك، بيطلب منك ان انت تعمل اناليسز. الاناليسز ده زي ما اتفقنا بيعرفك حاجتين، تايب وايه؟ وكونسنتريشن. طب لما انت عملت القصه دي مش انت لما بتعمل الريبورت بتاعك الدكتور بناء عليه يعمل دايجنوزز للحاله بتاعتك؟ طب بيعملها بناء عن ايه؟ بيعملها بناء عن ان بيشوف هل انت دلوقتي عندك حاجه من الاثنين، يا اما في كونسنتريشن زياده لماده، يعني في كونسنتريشن زياده عن اللازم، او في ديفيشنسي نقص في حاجه معينه. الاثنين دول بيسببوا الايه؟ بيسببوا الديزيز. خلاص. طب الديزيز ده بقى يا مستر ايه القصه فيه؟ هو ده اللي الدكتور بيعمل لك ليه دايجنوزز. امال ايه القصه بتاعت الفارماسي؟ فارماسي يعني كيميكال كومباوند. كيميكال ايه؟ كومباوند. طب ده قصته ايه؟ ده نوعين والله، يا اما يكون نيتشر طبيعي او يكون ايه بقى؟ سينثيسيس صناعي. طب لو كان نيتشر طبيعي اللي هي الاعشاب، طب هنا بقى ده يا مستر اللي بيتحضر في حاجتين، يا اما في اللاب يا اما في الفارماسيوتيكال ايه؟ كومبانيز، في شركات الادويه اللي هي الادويه اللي هي الدراجز اللي احنا بناخدها عليه. طيب كده ده الفرق ما بين ميديسن ما بين ايه؟ ما بين فارماسي. طب امال بقى يا مستر الكيمستري والفيوتشر؟ لا كيمستري وفيوتشر ده نانو تكنولوجي وهكلمك عليه بالتفصيل في وقته. طب ركز معايا بقى. ايه يا مستر؟ ايه القصه بتاعت
ال importance of الميجرمنت في الكيمستري. هل الميجرمنت مهمه في الكيمستري؟ اه. بص بقى الخص لك الثلاثه دول في حاجه بسيطه جدا، ان لما حضرتك بتتعب وتروح للدكتور ايه اللي بيحصل؟ مش بيعمل لك دايجنوزز. اه. وطالما عمل دايجنوزز بيعمل سجستشن للسويتابل ميديسين. اه. هي دي اول امبورتنس للميجرمنت في الكيمستري، يبقى دايجنوزز وسجستشن للسويتابل ايه؟ سويتابل ميديسين. طيب الحاجه الثانيه ايه هي يا مستر؟ ركز معايا. طب مش احنا كده معناه ان احنا عملنا هيلث كيرنج؟ اه يا مستر، يبقى عملنا هيلث ايه؟ هيلث كيرنج وبروتكشن. حلو جدا، ماشي. طب الحاجه الثالثه ايه هي يا مستر؟ دلوقتي بعد ما عملنا الدياجنوزز وعملنا الهيلث بروتكشن، طيب كده بقى مش عملنا عملنا طبعا دياجنوزز وعملنا هيلث ايه، عملنا هيلث بروتكشن، دي كده دي يعتبر كده من الامبورتنس بتاعت الايه، بتاعت الميجرمنت في الكيمستري. كده هما الثلاثه دياجنوزز وسجستشن وكمان الهيلث ايه، هيلث بروتكشن او الهيلث يعني الهيلث بتاعت البروتكشن بتاعت الهيلث يعني. طيب تعالى بقى ركز معايا، دي كده بالنسبه للايه، للامبورتنس. دي مش مهمه قوي، اللي يهمني الجزء بتاع الايه، الجزء بتاع التولز في الكيميكال لاب. صلي بقى على النبي كده عليه الصلاه والسلام، ركز بقى معايا قوي. ايه التولز اللي عندنا بقى في اللاب؟ اولا حاجه اسمها الايه، سنسيتيف بالانس. ايه القصه بتاعت السنسيتيف بالانس؟ سنسيتيف بالانس يا مستر ليه ميجرمنت، ليه اسف يوزج واحده، ايه هي؟ بميجر الماسز اوف سبستانس، بس بميجر الماسز ايه؟ اكيوريتلي. فهمت اللعبه؟ يبقى ايه هي اليوزج بتاعت السنسيتيف بالانس؟ ان انا بميجر الماسز بتاعت السبستانس. طيب تعالى لتاني حاجه، ايه هي؟ الاستاذ ده اللي هو مين؟ البيكر. ده تاني حاجه؟ اه ده تاني حاجه. طب ده يا مستر مش ميد من البايركس جلاس؟ اه. طيب الحاجه الثانيه، جراديويتد من البوتوم تو توب، يبقى هو جراديويتد كده صح؟ صح. ايه اليوزج بتاعته؟ عندي ثلاثه يا مستر، ايه هم؟ بص يا عم، اولا هعمل بيه ايه؟ هعمل بيه ميكسنج. طيب الحاجه الثانيه هعمل بيه ميجر للفوليوم. الحاجه الثالثه هعمل بيه ترانسفيرنج او ترانسبورتنج، هنقل يعني. خلاص. طيب يبقى ميكسنج ايه؟ ميكسنج تو فوليوم اوف ليكويد. حلو. طب ميجر الفوليوم اوف ليكويد بس ماله؟ ابروكسيميتلي. يعني ايه ابروكسيميتلي يا اولاد؟ يعني تقريبيا وليس اكيوريتلي. خلاص. طب ترانسفيرنج بقى لايه؟ فوليوم اوف ليكويد. فوليوم ايه؟ اوف ليكويد. طيب كده دي القصه بتاعت مين؟ بتاعت الاستاذ بيكر. نيجي بقى بعد كده نخش على الجزء المهم جدا جدا، وركز معايا لان انا هربط لك يونت 1 بيونت 3. احنا كده كده خلاص بنراجع منهج كامل، فمش شرط همشي لك بالترتيب، فركز معايا قوي. طيب ايه بقى يا مستر القصه الثانيه؟ القصه دي بقى حدث ولا حرج. ليه؟ عندي بقى مسز بيوريت والاستاذ كونيكال ايه؟ كونيكال فلاسك. ركز معايا قوي، دي اسمها ايه يا اولاد؟ دي البيوريت. طب وده كونيكل فلاسك. طب ايه القصه؟ بص يعني، اولا الاثنين دول بستخدمهم في عمليه اسمها الايه، تايتريشن بروسيس. تايتريشن ايه؟ بروسيس. حلو قوي. ايه بقى التايتريشن بروسيس؟ دلوقتي بقى تقدر تفهم عمليه التايتريشن بروسيس كلها بالتفصيل. نصلي على النبي بقى ونركز مع بعض. حلو كده؟ حلو. هنا دي بستخدمها في ايه؟ دي بستخدمها مستر ما بين اسيد وما بين الكالي. طب هو ايه الفرق ما بين الالكالي وما بين البيز؟ بص، ميتال اوكسايد، ميتال هيدروكسايد، ميتال كربونيت، خلاص، وبعد كده ميتال اتش سي او 3، ميتال بايكربونيت. دول كلهم عباره عن بيزز، دول كلهم عباره عن ايه؟ بيز. امال مين فيهم الالكالي؟ هو ده الاو اتش فقط.
يعني التيتريشن بروس دي، التيتريشن بروسيس مالها ما بتتمش اللي ما بين الاسيدز والالكالاين اللي هو الالكالي، خلاص كده دي اول معلومه. امال ميتال اوكسايد ده بيز، وده ميتال كربونيت بيز، والميتال البايكربونيت بيز، انما الميتال هيدروكسايد بيز بس نوعه ايه؟ الكالاين. لذلك كل الالكالاين بيزز انما مش كل البيزز ايه؟ الكالاين. فهمت الجمله دي كان معناها ايه؟ طب ركز معايا بقى. يبقى احنا اتفقنا دلوقتي عندي اسيد زي مثلا ال HCl، وعندي بيز زي ال NaOH. حلو كده؟ حلو يا مستر. مش احنا متفقين ان او خدنا ان الاسيد مع البيز كلنا عارفين بيدي ايه؟ سولت مع ووتر. حلو، سولت ووتر. يبقى هنعمل ايه دلوقتي؟ بمنتهى البساطه يا مستر، بوزيتيف نيجاتيف، بوزيتيف نيجاتيف. يبقى البوزيتيف الاول هياخد ايه؟ النيجاتيف الثاني، والبوزيتيف الثاني هياخد النيجاتيف الاولاني. يبقى الاثنين دول كونوا ال H2O اللي هي الووتر، بلس السولت هيكون ايه؟ Na كاتاين مع Cl-anion، هو ده الايه؟ ده السولت. طيب ايه القصه بقى عندنا هنا يا اولاد؟ بص يا عم بمنتهى البساطه، هقوم جايب هنعمل ايه بقى؟ هجيب بوتل كده، اه البوتل دي فيها اسيد HCl، الاسيد ده 1 مولر، يعني الكونسنتريشن بتاعه ايه؟ 1 مولر يا مستر. حلو قوي. ده بقى هبتدي اعمل بيه عمليه التيتريشن. طب انت هتعمل تيتريشن لايه؟ هجيب انا فوليوم من البيز، ادي بوتل تانية اهي او بيكر، البيكر ده فيه ان اي او اتش، بس انا ما اعرفش التركيز بتاعه، الكونسنتريشن بتاعه انا ما اعرفوش. طب هعمل ايه؟ هعمل عمليه التيتريشن دي عشان احدد الكونسنتريشن بتاعه. طب هحدد الكونسنتريشن بتاعه ازاي؟ بص بقى، صلى على النبي، ركز معايا هنا. اولا هنشتغل بالقانون ده، فاكرين قانون الدايليوشن؟ فكرني بيه. M1 V1 equal M2 V2. ايه القصه بقى؟ باختصار شديد، ده اسيد، طب وده البيز. سهله كده؟ سهله. مش الاسيد انا قلت لك عندك هنا انت عارف الكونسنتريشن بتاعه؟ اه يا مستر. خلاص الاسيد ده بقى اه هتحطه لي في البيوريت، اللي انت تعرف الكونسنتريشن بتاعه حطه في البيوريت. طب مش البيوريت يا اولاد بقى، تعال نتكلم عليها. جراديويتد من فين يا مستر؟ من التوب تو ايه؟ تو بوتوم. يبقى هنا زيرو فوق، وهنا النمبر بتاعها مثلا كباستي 25 مللي مثلا، خلاص. يبقى جراديويتد من الايه؟ من التوب تو بوتوم. حلو. وهنا ده ايه؟ ده هنا في فالف. طب الكونيكال ده مصنوع برضو من البايركس، وده العكس، جراديويتد من البوتوم تو ايه؟ تو توب. ماشي يا مستر. ايه اللي هيحصل بقى؟ هنحط في البيوريت هنا ال HCl اللي هو الاسيد، حطينا الاسيد هنا، امال هنا هنحط مين؟ هنا هنحط البيز. طب هحط البيز كده بكميه عشوائيه، بفوليوم معين ولا فوليوم اي فوليوم، ولا فوليوم محدد؟ لا فوليوم محدد. طب هو البيز فين؟ مش هو ده؟ اه. مش الفي 2 ده هي بتاعته؟ ايوه. يبقى انا هاخد مثلا فوليوم، وليكن وليكن هحط هنا 15 مللي لتر. فاهمين كده؟ ماشيين معايا؟ طب انا حطيت هنا 15، ايه اللي هيحصل بقى؟ طالما انا حطيت هنا يا مستر الفوليوم بتاع البيز، اه مش انا عندي الكونسنتريشن بتاع الاسيد؟ اه. طب وهنا لما اعمل عمليه تيتريشن هعرف الفي 1 اللي هي من البيوريت لحد ما يحصل نوصل للاند بوينت؟ اه. نبتدي بقى نعمل الايه؟ نعمل عمليه تيتريشن بوينت بوينت، تنزل بقى بوينت بوينت، تنزل هنا. بس قبل ما اعمل عمليه التيتريشن، اه ده هيخليني راجع معاك دلوقتي حالا الانديكيتور، فركز معايا بقى، لان انا مش شغال بالترتيب بتاع المنهج، لا انا بربط لك الاول بالاخر بالنص بكله، فركز معايا. ايه القصه يا مستر بتاعت الانديكيتورز؟ عندنا الانديكيتورز كام نوع؟ ميثايل اورنج، النوع الثاني فينول فيسالين ليتمس، النوع الرابع برومو سيمول بلو. حلو كده؟ حلو يا مستر. ايه القصه بقى؟ ركز معايا. ده لونه في الطبيعي ايه؟ اورنج. طب الفينول فيسالين كالرلس. طب الليتمس بيربل او فايلت. طب البرومو سيمول بلو جرين، في النيوترال جرين. ركز بقى يا مستر، المثايل اورنج في الاسيد هيكون ايه؟ في البيز هيكون ايه؟ في الاسيد اه المثايل اورنج، اه هيكون في البيز الاول ماله؟ هيكون يلو. احفظها كده زي ما انا بقولها لك، المثايل اورنج في البيز هيكون ماله؟ يلو. طب في الاسيد ريد. طب الفينول فيسالين في الاسيد ايه؟ في البيز ايه؟ في الاسيد اه كلر ليس زي ما هو. طب في البيز بينك. طب تعالى لي هنا في الليتمس، كلنا حافظينها في الاسيد والبيز كله عارفها، هنا ايه؟ هتقول لي يا مستر في الاسيد ريد وفي البيز بلو. برافو عليك. طب هنا بقى البروموسيمول بلو،
في الاسيد اه زي الاستاذ المسال الاورنجي في البيز، مش المسال الاورنجي في البيز يلو، اه ده برضو هيكون في الاسيد ايه يلو. طب هنا بقى في البيز هيكون ماله بلو. سهله كده سهله، كله بقى يركز معايا عشان هرجع للورقه الاولانيه دي تاني. ايه يا مستر؟ تعالوا بقى انا هستخدم الانديكيتور الاورنج، المسال الاورنج، هحط هنا 1 او 2 دروب بالكتير من المسايل اورنج. المسايل اورنج اول ما ينزل في ميديم بيز هيتحول للون الايه؟ مسايل اورنج في البيز هيتحول ايه؟ يلو. يبقى ده كده هيكون لونه ايه يا اولاد؟ ده يا مستر هيكون يلو، لونه يلو. يبقى دلوقتي ده كده بقى يلو يلو اهو. حلو. ايه اللي هيحصل بعد كده؟ اللي هيحصل ان انا ابتدي اعمل عمليه التيتريشن بتاعتي، بوينت بوينت تنزل، بوينت بوينت تنزل، اه لحد ما الكلر هيتحول من اليلو للون الايه؟ ها هيتحول من اليلو لانهي لون؟ حد هيقول لي الريد. غلط. هيتحول لمين بقى؟ مش هنا في نيوترال؟ اه هيتحول للاورنج. اول ما يتحول للاورنج اه يبقى كده خلاص دي الاند بوينت، يبقى انا خلصت التيتريشن. هحسب الفوليوم قد ايه اللي انا استهلكته، يبقى هو ده الفي 2، يبقى انا عندي الام 1 وعندي الفي، يبقى اسف يبقى هو ده الفي 1، اسف مش الفي 2 ده الفي 1. يبقى انا كده عندي الام 1 اللي هي كانت مكتوبه على البوتل، وعندي الفي 1 حسبتها من البيوريت، وعندي الام 2 ده هو عايزها، وانا هجيب له كده الفي 2. معناها ان انا كده هقدر هنا نمبر هنا نمبر هنا نمبر، هعرف احسب له الام ايه؟ الام 2. هي دي عمليه التيتريشن. طيب ده يخليني بقى بالمره اشرح البي اتش سكيل، فكله يركز معايا عشان هنخلصها كلها دلوقتي، وهربطها لك بيونت 3 برضو زي ما انا شغال معاك بالظبط. صلى على النبي وركز معايا دلوقتي يا اولاد. البي اتش مش عندنا سكيل؟ اه يا مستر. من الزيرو لكام؟ لل 14. الله ينور عليك. طب في النيوترال كام؟ 7. بقى 7 اسف. ال 7 ده مش عباره عن اتش 2 او؟ اه ده اللي هي الايه؟ نيوترال. طب هي نيوترال ليه؟ عشان فيها اتش بوزيتيف او اتش نيجاتيف. حلو كده؟ حلو. طب اكوردنج الارهينيا ثيوري ايه يا مستر؟ مش الاسيد يعني اتش؟ اه يبقى هنا عندي الايه؟ اسيد. هنا بيز. حلو قوي. لو انا خدت بوينت هنا بوينت هنا بوينت هنا بوينت هنا، سمينا دي ايه؟ بي سي دي. ده سترونج اسيد ولا ويك اسيد؟ بص بقى القريب من ال7 اه ويك، يبقى ده ويك مش ناحيه الاسيد، اه يبقى ويك اسيد. طب السي مش ناحيه البيز، اه يبقى برده ويك بس بيز. فهمت اللعبه؟ فهمنا اللعبه. طب البعيد يبقى هنا ده سترونج، طالما بتكلم عند البيز يبقى ده سترونج بيز. طب ده يبقى ايه قصته؟ ده سترونج اسيد. مفهومه كده؟ مفهومه يا مستر. ركز بقى معايا في اللي جايه دي عشان دي اهم نقطه. ايه هي؟ هربطها لك بدرس السولتس كمان. خد بالك انا مش ماشي بترتيب المنهج، فركز معايا. طب دلوقتي يا مستر هنعمل ايه لو انا قلت لك بقى سترونج اسيد مع سترونج بيز؟ ايه القصه؟ ايه القصه في ايه يا مستر؟ لما اقول لك البي اتش فاليو ايكوال كام؟ هتقول لي والله يا مستر لو سترونج اسيد سترونج بيز اه هيبقى ب 7. طب لو قلت لك ويك اسيد مع ويك بيز ايه القصه؟ البي اتش فاليو ايكوال كام؟ ها مين هيقول؟ والله لو ويك اسيد ويك بيز اه ايكوال 7 برضه. يبقى انهي حالتين يا اولاد اللي البي اتش فيهم ايكوال 7؟ هتقول لي والله لو كان سترونج اسيد مع سترونج بيز، او ويك اسيد مع ويك ايه؟ مع ويك بيز. الله ينور عليكم. طب تعالى بقى سترونج اسيد اه بس المره دي مع ويك بيز، يبقى الميديم عندك اسيدك ولا بيزك؟ اسيدك. وطالما اسيدك اكتر من السبعه ولا اقل؟ اقل. يبقى تقول لي ليس ذان مين 7. احسنت. تمام. طب اللي بعده بقى لما اجي اقول لك كده ويك اسيد اه يلا مع سترونج بيز، طالما ويك اسيد سترونج بيز يبقى الميديم عندك ايه في الاخير؟ بيزك. طالما بيزك يبقى هتقول لي لا ده المره دي بقى مور ذان مين ال 7. تمام كده. فيها مشكله يا اولاد؟ يبقى احنا كده ربطنا القصه بتاعت البي اتش بي اليونت 1 بيونت ايه؟ بيونت 3 بالانديكيتور بعمليه التيتريشن بالجزء ده كله زي الفل. نكمل بقى التولز بتاعتنا. نكمل يا مستر التولز بتاعتنا. ايه ده احنا كل ده لسه في التولز؟ اه لسه كل ده في التولز. بقى ركز معايا. ايه الجزء الثاني لما اجي اقول لك بقى الفلاسكس؟ الفلاسكس دي عندي ثلاث انواع، الكونيكال فلاسك، معلش هو بس شويه، وده الراوند بوتوم فلاسك، والايه؟ والفوليومتريك فلاسك. يبقى ده اسمه ايه؟ فوليومتريك فلاسك. والاستاذ ده اسمه ايه؟ راوند بوتوم فلاسك. طب والاستاذ ده؟ ده لسه واخدينه طبعا بتاع عمليه الايه؟ الكونيكال فلاسك، عمليه التيتريشن. يبقى نقدر نقول هنا ان الكونيكال فلاسك ده يا مستر استخدامه هقوله في التيتريشن ايه؟ بروسيس. حلو. امال الراوند بوتوم فلاسك ده ليه استخدامين؟ ايه هم يا اولاد؟ اولا البريباريشن، يبقى عمليه بريباريشن. انا بكتب بسرعه بس. طيب الحاجه الثانيه عمليه الديستليشن.
الديستليشن، ان احنا نحصل على ديستليت ووتر، ماء مقطر، خلاص كده. طيب امال الفوليومتريك فلاسك يا مستر ده بقى لو انت عايز تعمل بريبيرنج لسوليوشن، بس with very accurate ايه بقى concentration. والله لو عايز احضر سوليوشن with very accurate concentration هستخدم الفوليومتريك. مين؟ الفوليومتريك فلاسك. وبكده نكون خلصنا الفلاسك. ناقص لنا ايه يا مستر بقى في التولز بتاعت الكيميكال لاب؟ ناقص لنا البيبت. ايه القصه بتاعت البيبت يا مستر؟ عندي ثلاث انواع والله، يا اما تكون جراديويتد يا اولاد، يا اما تكون مالها وزبالب باظت شويه، او اللي هي وز الايه بقى، وز ساكشن تول. ساكشن تول يعني الاداه اللي هي الاداه الشفط. امال دي عباره عن ايه؟ دي وذ بالب. امال دي كده اللي هي الجراديويتد، دي المدرجه خلاص. دي للفيري اليوزج بتاعها، للفيري هازاردز ماتيريال يعني الفيري دينجرس ماتيريال باختصار. امال دي لا، دي ليها مستر سبيسيفيك كاباسيتي. يعني مش فاهم، يعني دي ليها سعه محدده، ممكن تكون في 15، ممكن تكون 20، ممكن تكون 25، ممكن تكون 10، ممكن تكون 5. يعني ما اقدرش اميجر بيها اكتر من دول. طب اصلا يا مستر البيبت كلها ايه اليوزج بتاعها؟ هما حاجتين يا ابني، والحاجتين بتعملها ورا بعض. اول حاجه مش بتميجر الفوليوم بتاع الليكويد. يا مستر هي انا اصلا باخدهم عشان هما بيميجر الفوليوم اوف ليكويد. وخدوا بالكم ايه، دي جراديويتد هي كمان، اللي هي وز ساكشن تول دي جراديويتد، دي لايك السرنج، دي لايك السرنجه بالظبط خلاص. طيب يبقى اي بيبت اليوزج بتاعتها ميجر فوليوم اوف ليكويد، وتعمل ترانسبورتنج او ترانسفيرنج، يبقى تعمل ترانسفير او ترانسبورتنج، بتنقل يعني الايه الفوليوم اوف ليكويد اللي احنا خدناه خلاص كده. ناقص لك اخر حاجه عندك خالص، الاستاذ او مستر جراديويتد ايه سلندر. ماله بقى مستر جراديويتد سلندر ده؟ طبعا بقى خدتوه ده بقى في سته وخدناه بالتفصيل وانتم حافظينه كلكم. ده طبعا جراديويتد من البوتوم تو ايه تو توب، دي حاجه بميجر بيه حاجتين، فوليوم اوف ليكويد. ماله يا مستر اكيوريتلي. طب الحاجه الثانيه بميجر بيه فوليوم اوف سوليد اوبجكت، بس ماله don't او non soluble. فين بقى non soluble ايه او insoluble؟ insoluble ايه of H2O water. يبقى لما اجي اميجر فوليوم بتاع سوليد اوبجكت، بمعنى مش هنا الريدنج مثلا ولتاكل 30، هحط السوليد اوبجكت هنا في الووتر هلاقيها ان هي رايزنج لفوق عند ال 40، يبقى الفوليوم بتاعه قد ايه؟ طبعا ده سنتيمتر كيوبيك، يبقى الفوليوم بتاعه 200 سنتيمتر كيوبيك. هعمل سبتراكت من ال 40 ماينس الايه ال 30، يبقى انا كده جبت الفوليوم بتاع السوليد اوبجكت. وبكده نكون خلصنا الجزء الاول، وانا رابطه لك يعني الجزء الاول من يونت 1 او ليسون 1 في يونت 1، وربطته لك بيونت ايه؟ بيونت 3 كلها كامله. طيب ناقص لنا ايه بقى يا مستر في يونت 1؟ ناقص لك بقى يا عم الحته بتاعت النانو تكنولوجي. اولا ركز بقى معايا في اللي جاي ده قوي، ايه القصه بتاعت النانو يا مستر؟ بص معنى نانو، اول ما بنحول اي سبستانس للنانو، اولا الهاردنس مالها انكريز جدا، طب الويت ديكريز جدا. يعني الويت بيكون فيري لايتر، يعني فيري لايتر خفيف جدا. طب التالت حاجه ايه اللي بيحصل للكالر؟ تشينج. رابع حاجه ايه اللي بيحصل للسيرفيس اريا الاكسبوزد للرياكشن؟ هتقول لي انكريز جدا. خامس حاجه ايه اللي بيحصل للفوليوم؟ ستيل كونستانت. فهمت اللعبه؟ طيب ده كده طالما حولت اي سبستانس من فين يا مستر؟ من الماكرو سكيل لمين؟ للنانو سكيل خلاص. ماكرو سكيل يعني بشوفه بالايه؟ بالنجد يا مستر. حلو قوي. طيب ايه تاني يا مستر الحاجات المهمه في الدرس بتاع النانو؟ مهم جدا 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 نعرف حاجه اسمها الكريتيكال نانو فوليوم. وده ماله؟ هتقول لي ده الفوليوم بتاع البارتيكلز اللي بيكون less than 100 نانومتر، وهو بيكون ريشيو بين ال 1 نانومتر لل 100 نانومتر، هو ده الكريتيكال نانو فوليوم. بيجي لك في نوع من المسائل مشهور جدا يقول لك
يعني ديترمينينج او اكسبريس هل السبستانس دي، ويكون جايبها لك في تيبل كده خلاص، ويقول لك ايه بقى اللينس والويدز والهايت، ودي السبستانس اي وبي وسي وهكذا. يقول لك والله شوف لي دي بقى نانو 1 دايمنشن نانو، دي 1 دايمنشن نانو سبستانس، ولا 2 دايمنشن نانو سبستانس، ولا 3 دايمنشن نانو سبستانس. هنعملها ازاي ديت؟ اولا لو كانت بالميتر بتحول للنانو. طب لو حولت للنانو، لو من ال1 لل100 دي نانو. يعني ايه؟ لو لقيت هنا الرقم 1 وهنا 15 وهنا 300 كده معناها 1 دايمنشن ولا 2 دايمنشن ولا 3 دايمنشن. مش انت عندك 2 دايمنشن في الكريتيكال نانو فوليوم؟ اه بقى دي 2 دايمنشن. طب لقيت هنا 300 وهنا 150 وهنا 113 مثلا، دي كده نانو مش نانو. ليه؟ مفيش ولا دايمنشن في النانو. فهمت اللعبة؟ طب لقيت بقى هنا 1 وهنا 3 وهنا 5، أي نمبرز ما بين ال 1 لل 100، خلاص يبقى إذا دي عبارة عن 3 دايمنشن نانو إيه؟ سبستانس. طب لقيت واحدة بس اللي في النانو والباقي مش نانو، يبقى دي 1 دايمنشن نانو إيه؟ نانو سبستانس. وده نوع من المسائل مشهور جدا وبيجي وحللنا عليه كتير في الأسئلة. طيب إيه تاني يا مستر في الجزئية دي مهم؟ الجولد ماله لما بحوله للنانو بيحصل له إيه؟ تشينج الكالر بتاعه، ماشي. طب الكبر اللي بيحصل له؟ الكبر يا مستر لما بنوصله للنانو بتزيد الهاردنس بتاعته. وكده كده انا كلمتك على النوتس دي كلها من شويه فوق. طب السبستانس بقى هنعملها كلاسيفاينج اكوردنج للايه؟ للدايمنشن. طب انا عندي كام دايمنشن؟ عندي اولا يا مستر 1 دايمنشن نانو سبستانس، و2 دايمنشن نانو سبستانس، و3 دايمنشن نانو سبستانس. يلا نمسك كده الوان مع بعض ونركز. الوان عندك اول حاجه thin films، ايه تاني؟ fibers، ايه تاني؟ النانو وايرز. طيب امال ال 2 دايمنشن؟ كربون نانو تيوبس. طب ال 3 دايمنشن حاجتين يا مستر، والله هيكون الباكي بول يا اما نانو تشيل. ركز بقى معايا، السين فيلم ليه كام استخدام تو يا مستر؟ ايه هما؟ اولا بيعمل بريزيرف الفود، يبقى بريزيرف ايه يا مستر؟ الفود. طيب دي اول حاجه. طب الحاجه الثانيه بيعمل بروتكتنج للاوتر سيرفس. يعني ايه؟ عارف انت مثلا يكون عندك عمود اناره، مبنى، مش عارف ايه، اي حاجه بتتعرض للدست والاير والرين والكلام دي كلها، دي بنعمل لها كوتنج بثين فيلم عشان ايه؟ عشان بروتكت الماده دي او ما يحصلهاش اي كوروجن او راستنج، خلاص. طب الفايبرز دي الووتر فلتر، الووتر ايه؟ فلتر، حلو قوي. امال النانو وايرز يا مستر؟ في الالكترونيك سيركت او الالكتريك سيركت، يبقى في الالكتريك ايه؟ سيركتس، حلو جدا. امال ايه القصه بتاعت الكربون نانو تيوبز؟ لا بقى حدث ولا حرج. ليه يا مستر؟ كربون نانو تيوبز دي فيها نوعين والله، يا اما تكون يوني سيلولار يا اما مالتي سيلولار. طيب الاثنين بنستخدمهم في، اولا لقوها ان هي بتكوندكت الالكتريسيتي، مالها؟ بيتر زان مين؟ الكبر. وبتكوندكت الهيت بيتر زان مين؟ الدايموند. ولقوها ان هي تالت حاجه سترونجر ذان مين بقى؟ الستيل. طالما هي سترونجر ذان الستيل وكمان لايتر، ده اللي خلى الساينتست ان هم يفكروا او يقولوا ان احنا هنعمل منها الروبز بتاع السبيس اليفيتور، الاليفيتور اللي عايزين يطلع للفضاء. طبعا دي عشان هي فيري 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 سترونج، خلاص. طيب ده كده القصة بتاعت ايه؟ بتاعت الكربون نانو تيوبز. نيجي بقى للباكي بول والنانو شيل. طبعا النانو شيل دي لعلاج مين؟ الكانسر. يجي لك سؤال كده يقول لك substance used in treating اي كانسر بقى، اي نوع من الكانسر. طالما لقيت كلمة كانسر معناها ان هي من ال 1 dimension ولا من ال 2 dimension ولا من ال 3 dimension نانو substance؟ هتقولي لا دي من ال 3 dimension نانو ايه؟ substance. طيب الباكي بول يا مستر دي عباره عن سي 60. ممكن يجي لك سؤال كده في الامتحان يقول لك كالكيوليت، اكالكيوليت ايه يا مستر؟ المولر ماس بتاعت الباكي بول. حضرتك هتقف كده متنح ومش عارف تحل، هتقول لي لا ده الباكي بول عباره عن سي 60. يعني سي 60؟ 60 ذره كربون، خلاص. طب دي عاملها ازاي؟ هو يقول لك كده الكربون ايكوال 12، هتقول لي خلاص المولر ماس ايكوال 12 تايمز كام؟ 60. هيطلع لك على طول النمبر ايه؟ النمبر بتاع المولر ماس بتاعت الباكي بول. حلو جدا. طيب
ايه تاني بقى يا مستر؟ ناقص لك اهم حاجة، ايه هي؟ التحويلات، لان في كتير منكم بيتلخبط فيها. بص بقى وركز معايا قوي، عندي متر، مليمتر، مايكرومتر، نانومتر، اصغر كمان بيكومتر. طيب بيكو بقى لا، ده ان شاء الله سنة تالتة مش بتاعنا دلوقتي، بس مش مشكلة اعرف عنه. من متر لمليمتر، اه معناها انا هتحرك من الكبير للصغير، مش المتر اكبر ولا الملي، لا متر. يبقى اذا هضرب في 10 باور بوزيتيف 3، يبقى من الكبير للصغير اهو، من كبير لصغير اه الباور ماله بوزيتيف، طب من صغير لكبير الباور ماله نيجاتيف. فهمت اللعبة؟ طيب معناها ايه؟ معناها ان انا لما اروح بقى من الميتر للنانو، مش هنا ما بين الميتر والملي 10 باور 3؟ اه، وما بين الملي للمايكرو برضه 10 باور 3، وما بين المايكرو للنانو برضه 10 باور 3. باور 3 باور 3 باور 3، مش في المالتي بلاي بنعمل سميشن للباورز؟ اه، يبقى هنا هيبقى كام؟ هيبقى في 10 باور كام؟ 9، عشان انا رايح من الكبير للصغير. طب العكس بقى، من الصغير اه هرجع للكبير، صغير للكبير في كام حاجة ما بينهم؟ هتقول لي ده من النانو، في قبله، في قبله مايكرو وقبله ميلي، بعد كده متر، يبقى هنا 3 و3 و3 9، يبقى هضرب في 10 باور نيجاتيف 9. فهمت اللعبة؟ طب يجي يقول لك كده من النانوميتر للمليميتر، هتقول لي لا ده هنا في 1 2، يعني من النانو للمايكرو 10 باور 3، ومن المايكرو للميتر 10 باور 3، بس الباور بقى مش رايح من الصغير للكبير، اه يبقى الباور نيجاتيف، يبقى 10 باور نيجاتيف 6. فهمنا اللعبه كده يا ولاد؟ ودي كانت الجزئيه بتاعت الايه، دي الجزئيه بتاعت التحويلات. طيب ناقص لنا ايه يا مستر في النانو؟ النانو بقى ناقص لك الابلكيشن، ناقص لك الايه؟ الابلكيشن. طب سريعا نعدي كده على اهم الابلكيشن. لو هتكلم على الميديكال فيلد، الميديكال عندي ايه؟ اولا النانو روبوت، مالها يا مستر؟ بص بقى نانو روبوتس اه دي كانوا بيستخدموها في اكتر من حاجه. اولا اه للبلاد كلاتس، خلاص تجلطات الدم، بنعمل لها ايه؟ بنعمل لها ريموفنج عن طريق ان احنا بنعمل انجكشن للروبوتس ديت، وبتعمل ايه؟ بتعمل ريموفنج للبلاد كلاتس. طيب الحاجه الثانيه ايه يا مستر؟ كنا بنستخدمها في، ربنا يعافينا ويعافيكم، موضوع الكدني، ايه الكدني فيلر، ان بتعمل عمليه داياليسيز. طب الحاجه الثالثه ان بنعمل بيها ايه بقى يا مستر؟ بنعمل بيها بكتشرنج، او عارفين انتوا التصوير بتاع الاكس راي، اه حاجه اقوى شويه اللي هي بقى بالنانو، ده بيعمل بكتشرنج للايه بقى؟ للاورجنز، وكمان التيشيو، وكمان الايه بقى؟ كمان التيشيو يا مستر. طيب نمبر 4 بنستخدمها في ايه؟ بيستخدموها كمان في الكارينج الميديسين، كارينج الايه؟ الميديسين. خلاص كده. طيب لو جينا اتكلمنا على برضو من الفيلدز المهمه، الاندستريال، الانرجي فيلد، خلاص الانرجي فيلد، عندك حاجتين مهمين، ايه هما؟ اولا السولار سيلز، والحاجه الثانيه الهيدروجين فويل سيل. ايه القصه بتاعتهم؟ ركز معايا قوي. سولار سيلز اه مصنوعه من السيليكون، قال لك خلاص طالما احنا بنصنعها من السيليكون وبيحصل ليكج، يعني تسريب لاماونت كبيره جدا من الالكتريك او من الالكتريستي في صوره هيت انرجي، اه قال لك لا احنا نحولها دي من الماكرو للنانو، اه هيبقى سيليكون برضو بس في النانو، اه لو ان هو ما بيعملش اي ليكج خالص، ما فيش اي تسريب ولا اي فقد للانرجي اللي هي اللي ستورد فيه. طيب امال الهيدروجين فويل سيل؟ لا هيدروجين فويل سيل يا مستر ده الفيوتشر بتاع صناعه العربيات. طبعا العربيات زي ما انتم عارفين بنزين، صح؟ بعد كده اتطورت بقت هايبرد، بعد كده اتطورت بقت الكتريستي بس، بعد كده طلع انهي بقى نوع؟ وخلاص اوريدي تقريبا تويوتا عملتها الهيدروجين فويل سيل. خلاص كده يا ولاد. وبكده دي تعتبر اهم البوينتس اللي عندك فين؟ في الجزء بتاع النانو تكنولوجيا مستر. حلو جدا. طيب دي كده اهم الايه، اهم النقاط اللي في الحته بتاعت النانو تكنولوجي. خلونا بقى ندخل على الجزء بتاع يونت 2، ده بقى اللي فيه الشغل كله، وده الاهم نقطه او اهم جزء عندنا، لان بيجي عليه طبعا اسئله كتيره جدا. طيب نصلي على النبي بقى كده ونركز مع بعض في الجزء اللي جاي لنا ده. هنبتدي اول حاجه بي لما يقول لك كالكوليت مولر ماس، ابتدي بقى معاك في كل انواع المسائل اشكالها بتيجي ازاي ونحل ازاي. ركز معايا بقى، يقول لك كالكوليت المولر ماس،
للصوديوم كلورايد خلاص ال Na equal 23 وال Cl equal 35.5. هتحسب المولر ماس بتاع ده ازاي؟ هتقول لي يا مستر ان المولر ماس ايكوال ال Na equal 23 بلس ال Cl دي Cl 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 بكام؟ ب 35.5. هعمل لهم سميشن بالكالكوليتور هيطلع لك كام؟ هيطلع لك هنا 5 هنا 8 هنا 5 ايه جرام بير مول. جرام ايه؟ بير مول. طيب ده نوع من المسائل. يجي لك نوع تاني يقول لك كده calculate the number of moles of ال NaCl. عايزك تحسب النمبر ايه اوف مول بتاع ال NaCl found in 15 جرام of it. يعني عايزك تحسب النمبر اوف مول بتاع الصوديوم كلورايد اللي موجود في 15 جرام منه. طب هنعملها ازاي دي؟ بمنتهى البساطه تعالى بقى، طالما اي مساله يا مستر نشتغل بقى من هنا. النمبر اوف مول ايكوال ايه؟ ماس اوفر المولر ماس. فين الماس؟ اهي 15. طب المولر ماس بتاع ده مش لسه حاسبينها فوق هنا اهي؟ طبعا انت هتحسبها، هتقول لي ان ان ايه، هيقول لك كده ان ال ان ايه ايكوال 23، ده هيديها لك جيفن، والسي ال ايكوال 35.5. ما تعرفش تجيب لي ده المولر ماس؟ هنجيبها ازاي؟ هتقول لي كده 23 بلس 35.5. يبقى اذا ده على ده، يبقى انت كده جبت له النمبر ايه؟ اوف مول. ودي كده من ابسط انواع المسائل. طيب تعالى بقى نرتقي شويه بالانواع، وايه نكبر شويه في الانواع، وناخد لك بقى القصه بتاعت افوجادروز نمبر. ركز بقى معايا قوي في الحته بتاعت افوجادرو دي. ايه القصه يا مستر؟ بص، لما اجي اقول لك ان اي 2 سي او 3 ايه ده، في كام مولكيولز؟ عشان بقى تفهموا الفرق ما بين الثلاثه، في كام اتومز، في كام ايونز. يلا مين هيرد بقى؟ يعني انا ايه، هسيبك كده ثانيتين ترد تفكر وانا هحل دلوقتي، او اعمل بوز وبعد كده حل ورتب. يعني ركز معايا قوي في الحته دي، عشان فهمت دي خلاص قصه افوجادرو كلها بمسائلها كلها خلصت معاك. ده بقى في كام مولكيولز؟ هتقول لي مولكيولز، يبقى انا بدور على الكوفيشنت هنا، في رقم هنا، لا يبقى ده 1 مولكيول صح كده. ده في كام اتومز؟ هتقول لي اتومز، ده في ان ايه 2 وفي كربون السي 1 وفي 3 اكسجين، يعني عندي 2 بلس 1 بلس 3. حصل ولا ما حصلش؟ حصل. يبقى دول كام؟ هتقول لي 6 اتومز. طبعا انا متاكد ان في منكم كتير هيحلها غلط او هيطلعهم غلط. طب نمبر اوف ايونز هعملها ازاي يا مستر؟ بمنتهى البساطه. يعني ايه ايونز يا ابني؟ هتقول لي ايونز يا مستر يعني بوزيتيف ونيجاتيف. برافو عليك، افصل لي ده بقى سيبريتنج الايونز. دول كام بوزيتيف كام نيجاتيف، كام كاتاين كام اناين؟ هتقول لي البوزيتيف ال ان ايه موجود مرتين يبقوا 2، والسي او 3 كلها على بعض دي نيجاتيف اتوميك جروب، وده ايون واحد يعني بلس 1. ليه؟ في منكم هيجي يقول لي سي او 3 نيجاتيف 2، هي دي المفروض نيجاتيف 2. هيقول لي ايه ده يا مستر، دي كده كلها على بعضها واحد، يعني 1 و 3 4 ده كده 4. غلط، دي يا ابني سي او 3 نيجاتيف اتوميك جروب، ده 1 ايون، 1 نيجاتيف ايون، زيها زي الاس او 4 نيجاتيف 2، زيها زي الان او 3 نيجاتيف 1، زيها زي البي او 4 نيجاتيف 3. كل دي الجروبز اللي هي النيجاتيف اتوميك جروبز، دي كلها ب 1 ايونز، دي كلها 1 ايونز، 1 ايونز. فهمت اللعبه؟ يبقى دول بقى كلهم على بعض لما اعملها سيبريتنج الايونز كام ايونز؟ هتقول لي دول يا مستر بقوا 3 ايونز، 2 بوزيتيف 1 نيجاتيف. فهمت اللعبه؟ طب تعالى اكدها معاك عشان تبقى هضمتها قوي. ايه ال سي ال 3 ده فيهم كام ايونز؟ هتقول لي لا بقى انا خلاص فهمت، هعمل سيبريتنج الايونز، معناها ان اي ال مرتبط بيها سي ال وسي ال وسي ال. طب هو مش السي ال نيجاتيف والاي ال بوزيتيف؟ يبقى عندك كام واحد بوزيتيف؟ 1، وكم واحد نيجاتيف؟ 3. يبقى عندي 4 ايونز يا مستر. فهمنا اللعبه كده؟ طيب بتيجي بقى المسائل فيها ازاي؟ بص يا عم صلى على النبي وركز معايا. يجي يقول لك كده كالكيوليت النمبر اوف المولكيولز ذات فاوند ان مثلا 12 جرام اوف، ناخد مثلا ايه، صوديوم كربونيت ان اي 2 سي او 3. حلو كده؟ حلو. انا عايز النمبر اوف ايه؟ اوف مولكيولز. بص بقى
تقوم جاي فاتح بقى الجدول بتاعك الجميل ده، ده هو عايز النمبر اوف مولكيولز اللي هي النمبر اوف يونتس. المستر قال ان اليونتس يا اما اتومز يا مولكيولز او ايونز، عادي خالص، هي نفس البيراميد هشتغل بيه. يبقى انا عايز ده. طب انا عشان اجيب ده انت مديني ايه؟ بصيت لقيته مديني ايه؟ ماس. طب فين الماس هنا؟ اهي. طب انا عشان اوصل من الماس عايز اوصل لهنا هعمل ايه؟ الماس لازم هقسمها على المولر ايه؟ ماس. هتلاقيه هو في المساله عندك مديك كده ال ان ايه ايكوال 23 والكربون ايكوال 12 والاكسجين ايكوال 16 كده. يا عم انت ناقصك حاجه؟ لا طبعا مش ناقصك حاجه. هتقول لي خلاص يا مستر هجيب الماس مدهاني جيفن، انا هحسب المولر ماس اهي، هعمل ديفايدنج للاثنين على بعض، يبقى انا كده جبت النمبر اوف مين؟ اوف مولز. هعمل له مالتيبلاي في افوجادروز نمبر، جبت له النمبر اوف مولز. خلصانه؟ خلصانه يا مستر. فيها مشكله مع حد؟ لا. ركز بقى معايا في اللي جاي دي كده، نفس الفكره اللي قلتها. طب تعالى نحلها، هعمل كده 12 اوفر المولر ماس بتاع ده بكام؟ هنقول 23 تايمز 2 بلس 12 بلس 3 تايمز 16. اي رقمين زي دول ما بين براكت بالكالكوليتر بتاعتك هتلاقي طلعت معاك كام؟ هتلاقي طلعت معاك 106. هتعمل ديفايدنج للاثنين دول على بعض هيطلع لك النمبر اوف مول، هتعمل له مالتبلاي افوجادروز نمبر، يبقى انت كده جبت خلاص النمبر اوف ايه؟ اوف مولكيولز. فهمنا اللعبه؟ يلا بقى هقول لك النمبر اوف ايونز واتومز شكلها عامل ايه عشان ندخل على المولكيولار فورمولا. نكمل بقى، نكمل النوع الثاني. النوع الثاني بقى يا مستر يجي يقول لك كده كالكيوليت، كالكيوليت ايه يا مستر؟ النمبر اوف الاتومز that found in مثلا، يقول لك كده 5 جرام اوف ده ايه؟ ده كده لو عايز يصعبها شويه، ده كده لو عايز ايه؟ يصعبها شويه، دي من اصعب الانواع. يبقى كالكوليت النمبر اوف اتومز ذات فاوند ان 5 جرام مثلا اوف الصوديوم كلورايد. حلو كده؟ حلو. يقول لك ان ال ان اي ايكوال 23 والسي ال ايكوال 35. طب هو عايز النمبر اوف ايه يا مستر؟ النمبر اوف اتومز. طب ركز معايا بقى ايه يا مستر؟ هو ده يا ابني في كام اتومز؟ هتقول لي الان ايه في ان ايه 1 والسي ال 1 يبقى في 2 اتومز. حلو. هو عايزهم بقى في قد ايه؟ في 5 جرام. يبقى ال 5 جرام بقى بص ركز معايا، ال 5 جرام مش انا عندي اللو؟ اه اللو يا مستر. مش انا دلوقتي هو مديني ماس؟ اه. وعايز النمبر اوف اتومز؟ اه. هعمل ديفايدنج للماس على المولر ماس، صح ولا مش صح؟ صح يا مستر. كده انا جبت مين؟ جبت النمبر اوف مولز. حد بقى هيقول لي هعوض بقى على طول اضرب النمبر اوف مولز في افوجادروز نمبر عشان اجيب النمبر اوف يونتس. لا. ليه؟ قلت لك الوحيده المباشره اللي بشتغل على طول مين؟ المولكيولز بس. امال الاتومز والايونز؟ لا. ركز بقى معايا في اللي جاي ده. ايه هو؟ مش انا عايز النمبر اوف الاتومز فاوند 5 جرام من ال ان اي سي ال؟ اه. طب يبقى انا عايز اعرف ده في ال 5 جرام دول فيهم كام مول؟ هعرفها ازاي؟ يعني اجيب النمبر اوف مول. طب مش النمبر اوف مول ماس على المولر ماس؟ طب المولر ماس بتاع ده بكام؟ 23 بلس 35.5. خلاص؟ يبقى هيطلع بكام يا مستر؟ ب 58.5. حلو. كده انت جبت النمبر اوف مول. وليكن وليكن، تعالى نحسبها كده نشوفها كام، اكنها مساله حقيقيه. يعني طبعا كل المسائل دي انا بالفها لك، انا يهمني الفكره دي. هيطلع 0.05. حلو كده؟ حلو يا مستر. ركز بقى معايا، ال1 مول من ال ان اي سي ال في كام مول من الاتوم؟ هنا اتوم وهنا ايه؟ مولكيول. انت بقى هتحسب على المولكيول ولا هتحسب على الاتوم؟ هحسب على الاتوم. طب مش في النورمال ان ال1 مول في 2 اتوم؟ اه. يبقى ال0.05 في قد ايه؟ فهمت اللعبة؟ يبقى هعمل 0.05 تايمز كام يا مستر؟ تايمز 2، يعني هيطلع 0.1111 يعني. خلاص 0.11. فاهم كده؟ هو ده بقى النمبر اوف مول اللي حضرتك هتعوض بيه. فين؟ هعوض بيه هنا يا مستر. يبقى هو ده النمبر اوف مول اللي هضربه في افوجادروز نمبر. طيب دي الايونز، دي الاتومز اسف. طب لو جيت بقى قلت لك النمبر اوف ايونز، بس هات لي حاجة بقى تبقى كويسة شوية. هقول لك كده كالكوليت النمبر اوف ions that found in تمام 3 مول اوف برضه الصوديوم كلورايد. خلاص؟ خلاص يا مستر. طب هو الصوديوم كلورايد فيه كام ايون؟ هتقول لي ده ان ايه بوزيتيف وسي ال نيجاتيف، يعني 2 ايونز. حلو. ال1 مول فيه كام ايونز يا ابني؟ فيه 2 يا مستر.
يبقى الثري مول اللي هو طالبهم فيهم كام ايونز؟ فهمت اللعبه؟ يبقى الاكس ايكوال كام؟ 2 تايمز 3 ب 6. ال 6 دي بقى اللي هعوض بيها، هي دي النمبر اوف مول اللي انا هعوض بيه هنا. لذلك لو جات لك مولكيولز هتعوض مباشره بمنتهى البساطه. طب افرض قال لك بقى ايونز او اتومز، لا ايونز او اتومز هتشوف هي موجوده في قد ايه بالظبط. طيب اخر مثال هديه لك تاني على الاتومز عشان انا عارف ممكن يبقى في ناس ما فهمتش الاتومز الاولانيه، فركز معايا في دي. اهو هقول لك الاسيتيك اسيد مش سي اتش 3 سي او او اتش، كالكوليت النمبر اوف اتومز اللي موجوده في الاسيتيك ذات فاوند ان الاسيتيك اسيد، بس في قد ايه بقى؟ في 0.01 مول منه. يعني ايه؟ يعني انا عايز النمبر اوف اتومز ذات فاوند في قد ايه يا مستر؟ في الكيميكال فورمولا دي؟ في 0.1 مول منها. هعمل ايه؟ هقول خلاص هو ده في كام اتومز؟ 1 و3 4 و1 مش دي 1 كربون و3 هيدروجين يبقوا 4 و1 كربون 5 و2 اكسجين 7 و1 هيدروجين 8، يبقى ده في كام اتوم؟ 8. هتقول لي والله في النورمال ان ال1 مول من ده 1 مول من ده في كام اتوم؟ 8. يبقى ال0.1 فيها قد ايه؟ فهمت اللعبه؟ هتقول لي يبقى الاكس ايكوال 0.8. اللي انت جبته ده بقى هو ده، ركز معايا بقى، هو ده النمبر اوف مول اللي انا هعمل له مالتي بلاي في افوجادرو زيب، انا جبت له النمبر اوف. فهمنا كده اللعبه يا اولاد؟ طيب ايه بقى النوع الثاني يا مستر؟ هو ده، ركز بقى معايا هشرحها لك من هنا. النوع الثاني بتاع الفوليوم اوف جاز هيقول لك ايه؟ كالكيوليت الفوليوم اوف، اهو هعملها لك هنا المساله بتاعه الفوليوم. كالكيوليت النمبر اوف الامونيا جاز، خلاص عايز اعرف الفوليوم، كالكيوليت الفوليوم اوف الامونيا جاز ذات فاوند ان 15 جرام اوف الامونيا مثلا. خلاص طب دي هنعملها ازاي؟ بمنتهى البساطه، مش هو مديني ماس وهو عايز الفوليوم اوف جاز. هعمل ديفايدنج للماس على المولر، ايه على المولر ماس. حلو قوي، يبقى انا كده يا مستر جبت له ايه؟ يبقى انا كده جبت له النمبر اوف مول. اعمل له مالتي بلاي في كام يا ابني؟ 22.4، يبقى انت جبت الفوليوم اوف جاز. طيب عايز ارخم عليك شويه، ازاي اعكسها؟ يعني هديك الفوليوم واقول لك احسب لي الماس، تعرف تجيبها؟ يبقى هالفوليوم لو هو بالملي لتر، يبقى التريكات هنا ايه يا مستر؟ لو اداني الفوليوم بالملي لتر هحوله انا لايه؟ للتر. طب مش ده صغير وده كبير؟ يعني هضرب في 10 باور نيجاتيف 3. فهمت القصه؟ يبقى انت كده يبقى بالليتر على الليتر، يبقى انا جبت النمبر اوف مول. طب لو هو عايز الماس هعمل لها مالتي بلاي في المولر ماس. طب لو هو عايز المولر ماس هيكون مديني الماس، فهعمل ديفايدنج للماس على النمبر اوف مول، يبقى انا جبت له المولر ايه؟ مولر ماس. طيب كده كده هحل لك ان شاء الله موديلز تاني، يعني انا هحل لك موديلز تاني باستخدام بقى القوانين دي واوريك الشغل هيبقى عامل ازاي. خلاص طيب ايه النوع ده؟ ده نوع تالت من المسائل. هو يا مستر ركز معايا قوي، هقول لك كالكيوليت الفوليوم اوف الجاز بتاع اي جاز ذات فاوند ان مثلا قد كده افوجادروز نمبر. يعني ايه؟ يعني هقول لك مثلا، ركز معايا هعملها لك هنا، هقول لك كالكوليت الفوليوم اوف الجاز ذات فاوند ان مثلا 6.2 تايمز 10 باور 23 مولكيول. هتقول لي خلاص مش هو مديني مولكيولز معناها نمبر اوف يونتس؟ اهو مش دي كده نمبر اوف يونتس يا مستر؟ وهو عايز فوليوم. هعمل ديفايدنج للنمبر اوف يونتس على افوجادروز ايه؟ نمبر. يبقى انا كده جبت النمبر اوف ايه؟ اوف مول. هعمل له مالتي بلاي 22.4، يبقى انا جبت له الايه؟ الفوليوم اوف جاز. فهمنا كده يا ولاد؟ طيب كده بقى يا مستر ناقص لنا ايه في الحته دي؟ ناقص لك اخر حاجه خالص، الجزئيه بتاعت المولكيولر ماس والماس برسنتج. بمعنى بص نخلص المساله الاول بتاعت الماس برسنتج وبعد كده نخش في المولكيولر ماس. صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. يقول لك كده كالكيوليت الماس برسنتج اوف الصوديوم ذات فاوند ان ال Na2CO3، ويديك براكت يقول لك ان ال Na ايكوال 23، ال C ايكوال 12، الاكسجين ايكوال 16. حلو كده؟ حلو يا مستر. هحسبها ازاي؟ اي برسنتج قلت لك هتشوفها عباره عن ايه يا مستر؟ الماس برسنتج بتاعت الاليمنت ايكوال الماس اوف اليمنت تايمز ال 100 على الماس اوف كومباوند، يعني البارت على الاول في 100. مين في دول البارت؟ مش هو عايز الان ايه؟ هقول له كده يبقى الماس برسنتج، ادي ماس برسنتج للان ايه ايكوال كام؟ الماس بتاعت الان ايه هو الان ايه 2 سي او 3 في كام ان ايه؟ حد هيقول لي ان ايه واحده، اقول له غلط. اشمعنى؟
ان اي 2، يبقى 2 ان اي على الاول اللي هو ان اي 2 سي او 3 تايمز كام؟ ال 100%. طب نشيل ال ان اي ونحط الفاليو بتاعتها، يبقى 2 تايمز 23 على 2 تايمز 23 ما بين براكت بلس 12 بلس براكت 3 تايمز 16. فهمت اللعبه؟ ده تايمز كام؟ 100%. بالكالكوليتر بقى تطلع الريزلت ايه بتاعتك، مفيش فيها اختلاف. فهمنا كده الفكره بتاعت الماس برسنتج. طيب يجي لي ايه بقى هنا يا مستر؟ يجي لك بقى السؤال اللي بقول لك عليه، انهي؟ يقول لك السؤال بقى ده حلو قوي، يقول لك ايه بقى؟ كالكوليتنج موليكولار فورمولا خلاص اوف، او يقول لك كالكوليت الموليكولار فورمولا. تعال هقول لك على حاجه حلوه، هطلع لك مساله فيها القصه دي من الكتاب عندك واقول لك بيج كام. خليك معايا ثانيه واحده. طيب يلا اهي، كل افتح معايا البيج دي، بيج 165 خلاص. تعال نشوف السؤال ده. ديد يوز الموليكولار فورمولا اوف الكومباوند هوز مولر ماس از 136 جرام بير مول اند اتس كونسيست اوف كربون هيدروجين اوكسجين. يبقى انا عندي 3 اليمنت اهم in the ratios which are illustrated in the opposite figure. وعايز نحسب الموليكولار فورمولا. بص يا عم، للحظة كده هتلاقي ان الكلام فيه رغي كتير وهتتخض، بس بمنتهى البساطة بص لي كده على ده. اه يا مستر ركز معايا بقى، شايفه كده؟ اه واضح يا مستر. مش هو عايزني بيقول لي ديد يوز الموليكولار فورمولا، يبقى هو عايزني اجيب دي. صح صح يا مستر. بيقول لي اوف كومباوند هوز مولر ماس ايكوال كذا، مديني المولر ماس بتاع الكومباوند، يبقى هو مديني دي. صح ولا مش صح؟ صح. يبقى انا عندي دي وعايزني اجيب دي. حاضر. كونسيست من كربون هيدروجين اكسجين. بص بقى اول حاجه تاخد بالك منها ايه، اول ما تلاقي برسنتج كده اه يبقى انا هحولهم على طول لماس، يبقى انا هحولهم على طول لايه يا مستر؟ ماس. طب بص بقى هنحلها ازاي، ركز معايا. مش انا دلوقتي عشان اجيب الموليكولار فورمولا محتاج اعرف الاثنين دول؟ اه يا مستر. محتاج اعرف الامبيريكال واعمل لها ملتي بلاي في الايه، في النمبر اوف ريبيتد يونت. طب هنعملها ازاي؟ اولا انت عندك امبيريكال؟ لا. طب مش البرسنتج دي اعرف اجيب منها الامبيريكال؟ اه. يلا بقى نحل المساله وركز معايا. دلوقتي انا هجيب الامبيريكال، بعد كده هحسب الان، هعمل الاثنين ملتي بلاي، جبت له الموليكولار فورمولا اللي هو عايزها. فهمت اللعبه؟ طب يلا نشتغلها مع بعض. بص يا عم، اولا اول ما تلاقيها في تيبل كده اه عايزك تعمل اللي عمله ده عشان ما تضيعش وقت في الامتحان، طالما مش اسي كويستشن خلاص. لو جاي لك عادي تشوز، ما تضيعش وقت. لو جاي اسي لا، اشتغل بقى بنفس الستبس كام واضحه. هعمل كده ماس يا مستر، مولر ماس نمبر اوف مول امبيريكال فورمولا. طيب هاخد هنا عندي كربون، عندي هيدروجين، عندي اكسجين، ايه الماس اللي هي البرسنتج دول؟ يبقى هعمل كده الكربون 70.59، طب الهيدروجين 5.89، طب الاكسجين يا اولاد هتقول لي اهو الماس بتاعته اللي هي البرسنتج اللي هي دي، يبقى 23.52 كده. انا جبت الماس. طب المولر ماس هو مديها لك، بدل ما يديها لك في براكت هنا كده لا اديها لك في تيبل عادي خالص. المولر ماس بتاع الكربون كام؟ 12، والهيدروجين 1 والاكسجين 16. يلا ديفايدنج على بعض، هتقول لي كده بقى 70.59 اوفر 12 كام؟ 5.88، وهنا 5.89، وهنا 23.52 اوفر 16 طلع 1.74. فيها مشكله كده مع حد؟ لا يا مستر. هو دي بقى اهم خطوه، مين اصغر نمبر فيهم ده؟ يبقى اعمل ديفايدنج ليهم كلهم على نفس الرقم ده. ده على ده ب1، ده على ده يطلع ب4، ده على ده يطلع ب4. فهمت اللعبه؟ يبقى الامبيريكال الكربون كم مره؟ 4 يبقى سي 4، الهيدروجين 4 يبقى اتش 4، الاكسجين 1 يعني او 1، اي وال1 ما بيتكتبش اسف. يبقى عباره عن ايه بقى يا مستر؟ يبقى عباره عن سي 4 اتش 4 او، اوعى تكتب ال1 غلط، يبقى سي 4 اتش 4 او. دي ايه؟ دي امبيريكال. ارجع لي هنا يا مستر بسرعه. مش انا كده يا اولاد جبت الامبريكال؟ اه. عايز اجيب دلوقتي الان، طب الان هجيبها ازاي؟ الان عباره عن الاثنين دول، مولر ماس بتاع الكومباوند على المولر ماس بتاع الامبريكال. طب هي فين المولر ماس بتاع الكومباوند؟ اهو بيقول لك هوز مولر ماس بكام؟ 136. يبقى اعمل كده 136 اوفر المولر ماس بتاع الامبريكال. مش هنا الكربون ب 12 تايمز كام؟ 4 بلس 4 تايمز 1 ب 4 بلس 16. يبقى هعمل كده 12 تايمز 4 يا مستر هيطلع ب 48 بلس 4 بلس 16 طلع بكام؟ ب 68. فهمت اللعبه؟ يبقى 136 على 68 يا مستر. حلو، طلع لك بكام؟ طلع لي ب 2. خد بالك ايه، لازم يطلع انتجر نمبر اهو، لازم اهو. شايف الخطوات؟ شايف الحته اللي قلت لك عليها دي؟ اهو ده اللي احنا عملناه. مش انا لقيت برسنتج هنا اهو، عملت ده الشغل اللي انا كنت اقصده اهو. ماس مولر ماس، ادي ماس مولر ماس نمبر اوف مول امبيريكال، وهنا في الخطوه دي هقسم على الكل على اصغر رقم منهم.
فهمتي كده الصوره وضحت معاك للاخر؟ خلاص طالما ال n ب 2 بقى هعمل ايه؟ يبقى 2 تايمز الامبريكال سي 4 اتش 4 او اهو. مش انا بقى عشان اجيب الموليكولار فورمولا هضرب الامبريكال في النمبر اوف ريبيتد يونت، اه اهو. يبقى هنا 2 تايمز ال 4 يبقى سي 8 اتش 8 او 2. شكرا كده خلصنا. خد بالك ايه دي من اطول الاسئله، يعني مش هيجي لك اصعب من كده. مبسوط يا عم؟ خلاص ركز بقى معايا. طيب دي كده يا مستر زي الفل، مفيش فيها مشاكل. طيب ناقص لنا ايه بقى؟ ناقص لنا الحته بتاعت الليميتنج رياكتنس. بص بقى، طبعا حد هيسالني يا مستر ما بعرفش ازاي دي مساله ليميتنج رياكتنس، ما بعرفش احددها. بص يا عم، لما يجي يقول لك كده اكس بلس الواي بروديوسد سي زائد دي مثلا، عادي لو هو ادالك انفورميشن عن دي بس يبقى هو يقصد ايه؟ يقصد اشتغل عادي نورمال اب نورمال بنفس الطريقه بقى اللي انا علمتك ودربتك عليها دي، تمام؟ انما لو ادالك انفورميشن عن اكس وانفورميشن عن واي، يعني ادالك معلومه لده مثلا 5 مول او 5 جرام ايا كان، اي معلومه اي انفورميشن، وده نفس الكلام 5 مول او 5 جرام، يعني جبت لك 2 انفورميشن للرياكتنت، اه معناها تشتغل ليميتنج رياكتنت وانت مغمض. طب هشتغلها ازاي يا مستر؟ هتشتغل الاكس تقارنها مع واحد من دول، قارنها مع الدي، يبقى هشتغل الاكس مع الدي والواي مع الدي، يبقى هقسم الورقه نصين، هقول الاكس قد ايه من الاكس بيبروديوس ده قد ايه من الدي بعد ما بعمل بالانس الكيميكال ايكويشن، وهنا هقول قد ايه من الواي بروديوس ده قد ايه من الدي بعد ما بعمل بالانس الكيميكال ايكويشن. اصغر نمبر هو الليميتنج رياكتنت. فهمت اللعبه كده؟ خلاص؟ وبكده نكون لمينا لك القصه بتاعت يونت 2، بس ناقص لك فيها حته واحده، ايه هي؟ ركز معايا. لما اجي اقول لك بقى كالكيوليت الاكشوال ييلد برسنتج، زي ما اتفقنا اي برسنتج هنستغلها ازاي يا مستر؟ الاكشوال على الثيوريتيكال تايمز ال 100. طالما هشتغلها في تريانجل زي ما انا معامل، يبقى الاكشوال ييلد برسنتج ايكوال الاكشوال ييلد تايمز ال 100% على الثيوريتيكال ييلد. خلاص؟ طيب كده كده هحل لك ان شاء الله موديل اكزام على باستخدام الورقه بتاعت الحل دي، واوريك قد ايه الموضوع سهل وبسيط جدا. بكده بفضل الله نكون خلصنا يونت 2. ركز بقى معايا في يونت 3، هعمل لك بقى برضو ريفيجن كده عليها سريعا. بص يا عم، خدنا في يونت 3 اول حاجه خالص اتكلمنا عن ايه يا مستر؟ اتكلمنا عن الميكتشرز، قلنا نوعين ايه هما، يا اما يكون هومو جينس ميكتشر يا هيترو جينس ميكتشر. قلنا الهومو هيكون ايه؟ سوليوشن بس. طب الهيترو يا مستر؟ لا ده نوعين، ايه هما؟ يا اما سسبنشن يا اما كولويدز، اللي هو الكولويدال سيستم. حلو قوي. طب السوليوشن ده نوعين يا مستر، سوليوت سولفنت. طب السسبنشن؟ لا السسبنشن ماليش دعوه بيه، انما الكولويدالز، الكولويدالز خدنا منه نوعين، عندي حاجه اسمها ديسبيرز ديفيز، يبقى الديسبيرز ديفيز و ديسبيرشن ميديوم. حلو قوي يا مستر. طيب نيجي بقى نقارن ما بين الثلاثه، صلى على النبي كده عليه الصلاه والسلام وركز معايا. لما اجي اقول لك ده عباره عن ايه؟ هتقول لي ده عباره عن هومو جينس ميكتشر، اه الدايمنشن بتاعته ليس، الدايمنشن بتاع البارتكلز او الدايمتر فوليوم بتاع البارتكلز بتاعه ليس ذان ايه؟ 1 نانومتر. طب السسبنشن greater than ده greater than mean 1000 نانومتر. امال الكلويدرز هتقول لي من 1 ل 1000 نانومتر. حلو. طب لو هكلمك على السكاترنج اوف لايت هتقول لي هنا اللايت ماله؟ هتقول لي لا هنا يا مستر خد بالك اللايت بيم ماله؟ هتقول لي باسز، يعني باسز هيمر بدون اي سكاترنج، انما هنا في السسبنشن لا ده سكاترنج. طب هنا في الكلويدر سكاترنج. حلو. لو انا عملت عملت شيكنج للثلاثه هل السوليوشن هيحصل له بريسيبتيت؟ لا هتقول لي نون بريسيبتيت او نوت بريسيبتيت. طب السسبنشن لا ده بريسيبتيت. طب الكلويدرز نون بريسيبتيت، وطالما ده بريسيبتيت بي بي تي هيرسب، مش معناه ان انا اعمل له سيبريشن بالايه؟ بالفلتريشن. فاهمين اللعبه؟ طب الكلويدرز لا ما ينفعش اعمله بالفلتريشن، وده ما ينفعش اعمل السوليوشن ما ينفعش اعمله بالفلتريشن. تمام كده؟ تمام يا مستر. طيب اديني بقى اكزامبلز هنا. اه التيبل سولت والتيبل شوجر وشوجر اه في الووتر. طب شوجر ماله؟ هو مش اورجانيك كومباوند؟ اه يا مستر. طب ازاي بيديزولف في البولر؟
مش الووتر دبولر كومباوند، قلنا عشان بيفورم هيدروجين بوند. بيفورم ايه بقى؟ هيدروجين بوند خلاص. وبرده السي او سي ال 2 اللي هو الكوبالت كلورايد 2 ده برده بيدزولف في الووتر. طب امال السسبنشن يا مستر؟ لا ده ووتر مع اويل، ووتر مع ساند، خلاص كل دي من الاكزامبلز بتاعت السسبنشن. طب الكولويدز؟ لا كولويدز بقى عندنا انواع كتير، هتقول لي البلاد، هتقول لي الميلك، الايروسولز، تمام. عندنا ايه تاني من الكولويدال سيستم؟ الكاتن كاندي. كل دي امثله واكزامبلز للايه؟ للكولويدز يا مستر. طيب تعالى بقى دي كده ككومباريزون سريعه، احنا خدنا مين فيهم وابتدينا نشرحه بالتفصيل. ايوه الله ينور عليك، السوليوشن صح؟ صح. طب قلنا يا ولاد بنعمل ادهو السوليوشن، بعمل له يا مستر كلاسيفيكيشن اكوردنج لايه؟ لثلاث حاجات، حد فاكر؟ والله التايبس اوف سوليوشن بنقسمها طبقا لثلاث حاجات. اولا اول حاجه فيهم اللي هي السولفنت، فيزيكال ستيت بتاعته، يبقى الفيزيكال ستيت اوف السولفنت. طب الحاجه الثانيه الابيليتي تو كوندكت الالكتريسيتي. طب الحاجه الثالثه والاخيره الديجري اوف ساتوريشن. تمام كده؟ تمام يا مستر. تعالى اول حاجه نتكلم على السولفنت، الفيزيكال ستيت اوف السولفنت. يعني ايه فيزيكال ستيت اوف السولفنت؟ طبعا في السوليوشن خدنا جاز سوليوشن، خدنا ليكويد ليكويد سوليوشن، خدنا سوليد سوليوشن. طبعا الاثنين دول مش موجودين في الكولويدال سيستم، واوعى تلخبط ما بين السوليوشن والكولويدال سيستم خلاص. طيب جاز يا مستر ايه القصه فيه؟ جاز يا اولاد زي الاتموسفيريك اير خلاص. لما قلنا النيتروجين والاكسجين دوت سولفنت، ده سوليوت والاثنين هوموجينس ميكتشر، هيعمل لي سوليوشن. طب سوليد قلنا الالويز، الالويز زي الجولد، مش احنا قلنا الجولد لو كان بيور يبقى 24 اللي هو عيار 24، طب لو كان مش بيور يا اما 21 او 18 خلاص، ان هو بيكون عباره عن اي يو جولد مع سي يو كبر الويز خلاص، بنعمل لهم ميلتنج وبنخلطهم مع بعض. طب ليكويد يا مستر خدنا الايثيلين جلايكول، الايثيلين ايه جلايكول في الووتر اللي هو الانتي فريزنج بروبرتي خلاص، في المدن اللي درجه الحراره بتاعتها تحت الصفر. طيب الابيليتي تو كوندكت الالكتريستي ده هشرحها لك بالتفصيل لان هربطها لك بالاسيدز والبيز زي ما عملت لك في الملخص بتاع الشرح. طب الديجري اوف ساتوريشن دول نوعين يا مستر، ايه هم؟ والله يا اما يكون ثلاث انواع اسف، يا اما يكون ان ساتوريتد، يا اما يكون ساتوريتد، يا اما يكون سوبر ساتوريتد. ان ساتوريتد هو مش معنى سوليوشن، يعني انا عندي سولفنت واحط فيه سوليوت يعني هعمل له ادنج السوليوت يا مستر. طب هي ايه القصه في الان ساتوريتد؟ هتقول لي ده عباره عن سوليوشن السولفنت اتس سولفنت كان اكسبت مور اماونت اوف السوليوت. طب الساتوريتد لا، ده هتقول لي ده هاف الماكسيمم اماونت بتاع مين؟ اوف السوليوت، يعني ما يقدرش يستقبل تاني. طب السوبر ساتوريتد هتقول لي ده بقى كان اكسبت مور اماونت، امتى بقى؟ هتقول لي ده كان اكسبت مور اماونت اوف السوليوت بس امتى يا مستر؟ باي هيتنج، بالتسخين. طيب السوبر ساتوريتد احوله ازاي للساتوريتد سوليوشن؟ ده هحوله لده بطريقتين، اولا كولينج، ثانيا كريستلايزيشن. بالكريستلايزيشن فهمنا اللعبه، وطبعا الاثنين دول شرحناهم قبل كده بالتفصيل. ناقص لك حاجتين مهمين، ايه هما يا مستر؟ اولا يعني ايه ديزولفنج بروسيس؟ ديزولفنج ادي اهو عندي سولفنت، هحط فيه ايه؟ هنضيف ليه سوليوت. السوليوت ده لو كان اتش سي ال، هل لما هينزل هنا هيبقى اتش سي ال ولا هيتحول لاتش بوزيتيف سي ال نيجاتيف؟ هتقول لي لا ده سيبريتو ايونز، هي دي السوليوبيليتي. يبقى هي دي اسف الديزولفنج بروسيس. يبقى الديزولفنج بروسيس وين وي اد السوليوت تو السولفنت اتس بيحصل له ديسوشيشن انتو ايه؟ انتو ايونز بوزيتيف ونيجاتيف ايه؟ ايونز، بيبقى كومبليتلي ايونايزد. حلو كده؟ حلو يا مستر. طب لو هتكلم على السوليوبيليتي، مش انا قلت لكم اي سوليوبيليتي اول ما تشوفها دي معناها ايه يا اولاد؟ افتكر على طول حاجتين،
100 جرام، 100 جرام اوف الاتش 2 او اللي هي دي ايه؟ دي الماس اوف سولفنت. طب السوليوت ماله؟ انا عايز اشوف هضيف هعمل اديشن قد ايه لماس اوف سوليوت. تو فور ساتوريتد سوليوشن، يعني انا بشوف هضيف قد ايه ماس من السوليوت على 100 جرام من الووتر عشان عشان تو فورم عشان اكون ساتوريتد سوليوشن، عشان عشان اكون ايه؟ ساتوريتد سوليوشن. طيب كده القصه بتاعت السوليوشن. خدنا بعد كده حاجه اسمها حاجه مهمه جدا اللي هي الكوليجيتيف بروبرتيز اوف الايه؟ اوف السوليوشن. خدنا كام بروبرتي؟ ثلاثه. اولا لو بتكلم على الفيبر بريشر، طب ولو بتكلم على البروبرتي التانية البويلينج بوينت، طب التالتة الفريزينج بوينت. طيب صلى على النبي وركز معايا. تعالى اول حاجة الفيبر بريشر، مالها يا مستر؟ مش الفيبر بريشر قلنا البروبرتي فيها ايه؟ ديبريشن. طب البويلينج بوينت elevation. طب الفريزنج بوينت برضو ديبريشن. حلو قوي، ركز بقى معايا قوي. ايه قلت لك انا وانا بشرح كلمه السر هنا ايه؟ كلمه السر فيهم النمبر اوف ايونز ليهم كلهم للثلاثه. بمعنى لو انا جيت قلت لك كده عندي دلوقتي يا مستر NaCl C6H12O6 بيور اتش 2. حلو كده؟ حلو يا مستر. مين في الثلاثه دول لو احنا عملنا لهم رقمناهم كده قلنا ده 1 ده 2 ده 3، مين في دول هيكون اعلى فيبر بريشر، او ده مين فيهم هيكون مور ديبريتد فيبر بريشر او مور ديبريسد فيبر بريشر؟ هتقول لي ثواني، هنا بيور ووتر النمبر اوف ايونز فيها كام؟ دي بيور ووتر فيها ايونز؟ لا زيرو. طب ده هتقول لي ده اورجانيك كومباوند، يعني ايكوال 1 مولكيول، 1 ايه مولكيول، يعني النمبر اوف ايونز بتاعته ب 1. طب ال NaCl سيبريتنج الايونز بوزيتيف ايه؟ نيجاتيف، يبقى هنا النمبر اوف ايونز كام؟ 2. مش انا قلت لك كلمه السر في نمبر اوف ايونز؟ يبقى ده 2 ده 1 ده 0. اذا مش البروبرتي في الفيبر بريشر ديبريشن؟ يعني كل ما هتزود النمبر اوف ايونز كل ما بيزيد الديبريشن لتحت، فهمت؟ يبقى مين في دول الفيبر بريشر بتاعه ديبريسد اكتر؟ اكتر حاجه هتقول لي ال NaCl. طيب مين في دول في الثلاثه دول الاليفيشن بتاع البويلنج بوينت بتاعه اعلى؟ يعني ايه؟ لو انا جيت اغلي الثلاثه دول انهي واحد فيهم هيغلي في الاخر خالص؟ هتقول لي الاكتر نمبر اوف ايونز. طب مين اللي هيغلي الاول؟ البيور ووتر. فهمت اللعبه؟ طيب لو جبنا الفريزنج بوينت مالها يا مستر؟ مش البروبرتي فيها ديبريشن؟ يعني انا كل ما هزود النمبر اوف ايونز كل ما بيزيد الديبريشن. طب هنا كل ما هزود النمبر اوف ايونز كل ما هيزيد الاليفيشن. طب هنا كل ما هزود النمبر اوف ايونز كل ما هيزيد لتحت الايه؟ الديبريشن. فهمت اللعبه؟ يبقى مين في دول يا اولاد اقل فريزنج بوينت؟ يعني ايه؟ يعني اخر حاجه هتتجمد. برضه هتقول لي اكتر نمبر اوف ايونز. فهمنا اللعبه كده؟ ده كده باختصار شديد الكوليجيتيف ايه؟ بروبرتيز اوف السوليوشن. طيب ناقص لنا بعد كده الحته بتاعت الكولويدال سيستم، مالها الكولويدز بقى؟ ما احنا قلنا عندنا نوعين، يا اما يكون dispersed phase يا اما dispersion medium. خلاص تمام. هل ده بقى فيهم نوع جاز جاز او سوليد سوليد؟ لا، انما فيهم ايه؟ الجاز مع الليكويد والسوليد، والليكويد مع الثلاثه جاز ليكويد سوليد. طب والسوليد مع اثنين بس جاز وليكويد. فهمت اللعبه؟ دول الثلاث ايه؟ دول الثري تايبس. طيب تعالى كده، شايف جاز سوليد؟ الكوتون كاندي دي كده، الكوتون ايه؟ دي الكوتون كاندي. طيب الليكويد جاز زي ايه؟ ده الايروسولز. خلاص دي الايروسولات. طب ليكويد ليكويد يا مستر؟ ده المايونيز. خلاص. طيب ليكويد سوليد، ليكويد سوليد ده الهير جل. خلاص كده يا اولاد. طب امال السوليد ليكويد؟ ده البلد او البينتس الدهانات، او ايه تاني؟ البلد طبعا، او البينتس او الملك كمان بنفس القصه دي. طيب سوليد جاز يا مستر؟ سوليد جاز زي مين؟ زي الدست.
يعني ايه؟ عارفين الغبره او العفره او التراب لما بيكون في الهواء؟ اه، ده الكولويدال سيستم يا مستر. خلاص كده يا اولاد، كده القصه بتاعت الكولويدال سيستم ناقص لنا بس فيها ازاي هنعمل بريباريشن للكولويدال سيستم. والله عشان اعمل بريباريشن للكولويدال سيستم، اه، الكولويدز معناه الدايمنشن بتاعته من 1 ل 1000 نانومتر. يعني لو كان less than ال 1 نانومتر الفوليوم بتاعه، اه، يبقى انا هعمل له طريقه اسمها الايه؟ اسمها الديسبيرشن، اسف، هيبقى هعمل له طريقه اسمها الكوندنسيشن. يعني لو كان الفوليوم الديامتر او الفوليوم بتاع البارتيكلز اقل من 1 نانومتر هعمل لها كوندنسيشن. مش كوندنسيشن معناها بالعربي تكثيف، ومعنى التكثيف ان انا بجمع، بضغط، بقرب. يبقى انا بعمل كوندنسيشن بقرب، اه، يعني كان الفوليوم صغير جدا اقل من 1 نانومتر، فانا بجمعه بعمل له كوندنسيشن عشان يكبر، وبعد كده اقوم عامل بيه كولويدال سيستم. طب الكولويدال سيستم حاجتين، لازم بنعمل هيتنج، بنسخن، او بنعمل ستيرنج. يعني ستيرنج مع التقليب، يبقى بضيف الديسبيرزد فيز للديسبيرشن ميديوم ويز هيتنج وستيرنج. خلاص. طيب لو كان بقى الطريقه الثانيه بتاعت بريباريشن الكولويدال سيستم اللي هي اسمها الديسبيرشن ميثود، ودي لو كان البارتيكلز فوليوم كان جريتر ذان او لارجر ذان ال 1000 نانو متر. خلاص كده. طيب كده يعتبر بفضل الله لمينا الجزء بتاع الكولايدر سيستم. نيجي بقى للحته المهمه بتاعت تشابتر 2، اللي هي الحته بتاعت بقى السولتس والاسيدز والبيز. يهمني قوي بقى افكرك بمين اهم حاجه؟ الثيوريز. ركز بقى معايا كده، لان دي طبعا لا يخلو منها امتحان. ايه هي يا مستر؟ خدنا كام ثيوري؟ اولا ارهينيوس، ثانيا برونستيد، ولول، ثالثا لويس. طبعا انا عارف لويس عامل عقده لمعظمكم، او معظمكم مش فاهمه، هفهمه لك ان شاء الله وابسط لك الامور فيه. ارهينيوس ايه الاسيد بالنسبه له؟ ايه البيز بالنسبه له؟ اسيد، اه، يعني اتش بوزيتيف. طب البيز او اتش نيجاتيف. يعني لو لقيت حاجه ما فيهاش او اتش نيجاتيف او اتش بوزيتيف ما يعتبرش الاسيد ولا بيز بالنسبه للارينين. زي مين؟ زي الدروباكس بتاعته، ان هو ما قدرش يعمل اكسبلانيشن للاسيدتي بتاعت الكربون دايوكسيد ولا الباسيزيتي بتاعت الامونيا جاز. فهمنا اللعبه؟ ودي طبعا كانت الدروباكس بتاعته. طب برونشتد لوري، والله يا مستر دي اسهل واحده. لو عندي اسيد عندي بيز. مين الاسيد بالنسبه لبرونشتد لوري؟ ده بروتون دونر، يعني اللي هيتبرع بالبروتون. طب البيز هيبقى بروتون ماله؟ اكسبتور، ده اللي هيستقبل البروتون. فهمت اللعبه؟ طيب لويس بقى يا مستر، لا، الاستاذ ده اشتغل بالبروتون البوزيتيف، ده هيشتغل بالنيجاتيف. مين النيجاتيف؟ ايوه كده، الالكترون، يبقى الالكترون نيجاتيف. ده قال بقى الاسيد البيز، ده قال البيز عنده اه اللون بير، حاجه اسمها لون بير. يعني ايه لون بير يا مستر؟ يعني زوج من الالكترونات، يعني مش الكترون واحد، اتنين. ده بقى لون بير من الالكترون ايه؟ دونر. طب الاسيد لون بير من الالكترون، اه، مش دول ده هيتبرع باللون بير؟ اه، ده الاكسبتور بقى. طيب لذلك انا قلت لك عشان ما تتلخبطش ما بينهم، اه، انت عرف لي برونشتي بلوري. هي سهله سهله، تعال نطبق عليها الاول عشان تبقى قدام عينك وفاهمها. لما اجي اقول لك كده ال NH3 هفاعلها مع ال H2O هيكون لي NH4 بوزيتيف مع OH نيجاتيف. طيب لما اجي اقول لك H2O يا مستر مع ال HCl هيديني H3O بوزيتيف مع Cl نيجاتيف. يلا اكوردنج برونشتي دوري، يلا نشوف مين الاسيد، مين البيز، مين الكونجوجيت اسيد، مين الكونجوجيت بيز. اولا هبص على هنا، هنا امونيا NH3، هنا H2O. ال NH3 خرجت كام؟ NH4. كانت 3 خرجت 4، معناها زادت ولا قلت؟ H زاد، معنى زاد يعني استقبلت، صح؟ اه، يبقى ده كده بروتون دونر. طب البروتون دونر مش بيكون اسيد؟ اه، يبقى ده الاسيد، يبقى ده الايه؟ البيز. الاسيد قلت لك بيخرج ايه على طول؟ طالما اسيد يبقى كونجوجيت بيز. طب البيز هيبقى كونجوجيت اسيد. خلصانه؟ خلصانه. شوف اللي بعدها بقى، بص على الاثنين دول، لقيت H2O مع ال HCl، بصيت بره لقيت H3O و Cl بس. معناها ان ال HCl بروتون دونر ولا مش ده اللي اتبرع بالبروتون بتاعه بالهيدروجين اللي دي للميه؟ اه، يبقى ده اسيد. فهمت اللعبه؟ يبقى ده ماله؟ بيز. يبقى البيز خرج فين يا مستر؟ خرج هنا، بقى كونجوجيت اسيد. طب الاسيد خرج فين يا مستر؟ هنا، بقى كونجوجيت بيز. سهله سهله جدا. خد بالك بقى ايه؟ الاسيد
بالنسبة لبرونيشتد لوري هو هو بالظبط الأسيد بالنسبة لويس. طيب قصة لويس بقى يا مستر، قلت هتشرحها وما شرحتهاش، تعالى هو يا عم هشرحها لك، ركز معايا. أولا لويس اشتغل على حاجتين والله، يا إما يكون NH3 ده نيوترال، نفعله مع مين يا مستر؟ نفعله مع ال H2O. طب ايه القصة؟ بص معايا بقى، ده عنده لون بير من الالكترون. اولا عشان تعرف ان دي لويس هتلاقي النقطتين دول كده، حلو كده؟ حلو يا مستر. هيكونوا لي ايه دول؟ هيكونوا NH4OH. طب انا هعرف بقى منين ان ده اللي اتكون؟ يعني هعرف بقى منين فين الاسيد من البيز من الكيميكال رياكشن ده؟ بص بقى، النيتروجين الاتوميك نمبر 7 بنعملها الكترونيك ديستريبيوشن بتاع زمان 2 5، يبقى الاوتر موست انرجي ليفل بتاع النيتروجين فيه كام الكترون؟ هتقول لي يا مستر ده فيه 5 الكترون، يبقى 1 2 3 4 5. مش هو ان اتش 3 عامل 3 بوند مع الهيدروجين، يعني الالكترون ده مع الهيدروجين بوند، وهنا بوند وهنا بوند، ادي ال 3 بوند، واتبقى لك كام الكترون فري؟ 2. طيب بلس الاتش او اتش ده عنده هنا 2 لون بير من الالكترون. طب عرفنا منين؟ لان الاكسجين 8 2 6، طب 6 هنا يبقى 1 2 3 4، وهنا 5 هنا 6، ده عامل بوند وده عامل بوند، تمام؟ تمام. طيب مين بقى فضل يا مستر اللي بيدونيت الالكترون دونر؟ الكترون دونر الامونيا هتدونيت اللون بير بتاعها لده، فده ايه اللي هيحصل له؟ ده اللي هيحصل له ان هيكون هيبقى عنده كده بقى او اتش هنا 1 2 وهنا لون بير، وهنا هيضيف له كمان لون بير، حلو كده؟ حلو. طب هنا الاكسجين هنا 2 2 4 6، خلاص، وهنا كده بقوا 8، حلو. بلس ايه اللي هيحصل بقى؟ ده لما بيدونر باللون بير الكترون ده بقى بيديله الاتش مكانها، خلاص، يعني ده بيديله الكترون، ده بيدونيت بالاتش بتاعته، يبقى اذا ده يتحول لايه بقى؟ ان هنا اتش 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 اتش، مش ده زاد اتش يكون ده بوزيتيف، وده مش زاد 2 الكترون يعني هيكون نيجاتيف، يبقى بوزيتيف نيجاتيف عملوا البوند اللي انت شايفها دي. طيب خد بالك، ايه مش ده بيدونيت بالكترون؟ في الوقت اللي ده بيتبرع فيه بالكترون ده بيتبرع فيه ببروتون. طيب سيبك من قصه ده بيتبرع بايه، مش احنا قلنا ان البيز بالنسبه للويس هو الالكترون دونر؟ يعني ده كده البيز، صح؟ صح، يبقى ده كده الايه؟ الاسيد. طب بص، مش ده كده كده دونيت اهو البروتون وهو بيستقبل الالكترون؟ مش احنا خدنا كده كده ان بيدونر البروتون بيكون اسيد وده بيكون بيز؟ هو هو ولا مش هو هو؟ دي اللي انا عايز اوصلها لك، ان الاسيد بتاع برونيشت بلوري هو هو الاسيد بتاع لويس، خلاص. لذلك انا قلت لك لما اجي لك في الامتحان حلها بمين؟ ببرونيشت بلوري، لان هو الاسهل، خلاص كده يا ولاد. طيب ناقص لنا ايه بقى؟ ناقص لك الحته بتاعت الكلاسيفيكيشن اوف الاسيدز والبيز. الاسيد بعمل لك كلاسيفاينج اكوردنج لثلاث حاجات، الاسيد. طب البيز لحاجتين. الاسيد يا مستر انا هعمل لك كلاسيفاينج اكوردنج للسترينث، القوه بتاعتها، ودي خدنا نوعين، يا اما ويك اسيد يا اما سترونج اسيد، وانا هعملهم لك في الورقه بتاعتك. طيب دي السترينث. طب الحاجه الثانيه السورس، قلنا نوعين والله، يا اما يكون اورجانيك يا اما يكون مينرال. طب التالت حاجه يا مستر بنعمل كلاسيفاينج اكوردنج للاسيد، احنا قلنا السترينث، قلنا السورس، واخر حاجه الديجري اوف باسيزيتي، ودي انا في الشرح بتاع الملخص ربطتها لك بمين؟ بالتايب اوف السولتس، ان هي تعمل كام تايب من السولتس. فاحنا خدنا يا اما مونو بيزك اسيد، يا اما داي بيزك اسيد، يا اما تراي بيزك اسيد، خلاص كده يا ولاد. طب البيز بقى عملنا لك كلاسيفاينج اكوردنج لحاجتين، ايه هما؟ يا اما السترينث يا مستر طب الحاجه الثانيه المولكيولار ستراكشر، اللي هو ايه؟ فاكر اول ما ابتديت اول فيديو خالص، مش انا قلت لك البيز عباره عن اربع حاجات؟ ميتال اوكسايد، ميتال هيدروكسايد، ميتال كربونيت، ميتال باي ايه؟ باي كربونيت، وهم دول الكلاسيفاينج او الكلاسيفيكيشن بتاع البيزز. وبكده بفضل الله يعتبر لميت لك كل حاجه في المنهج، خلاص. ناقص لك القصه بتاعت السولتس، ودي سهله لان كده كده اوريدي من اول ما ابتدينا المنهج واحنا عمالين بنشرح في السولتس، بس انت ما كنتش تعرف ان ده سولت، خلاص. قلنا السولت يا اولاد بيتكون من ايه يا مستر؟ كاتاين وانين. الكاتاين بوزيتيف، الانين نيجاتيف. طالما بوزيتيف هيرياكت مع ايه؟ مع الاو اتش نيجاتيف، وده طالما نيجاتيف هيرياكت مع الايه؟ مع الاتش بوزيتيف. طب مش الاتش يعني اسيد؟
والاو اتش يعني بيز، معناها ان الكاتاين عباره عن بيزك راديكال يعني شق قاعدي. طب امال الانين مش هو هيتفاعل مع الاسيد؟ يعني اصله كان مع اسيد، يبقى ده عباره عن اسيديك ايه؟ اسيديك راديكال. وبكده اخر حاجه بتجي لك في الشكل ده يقول لك كده عندك نجيبها ازاي مثلا، ان ايه؟ ان او 3. مش ده سولت؟ ده الصوديوم نيتريت. شوف لي ده بقى البي اتش بتاعته بكام؟ هتقول لي ثواني، ده المستر قال كاتاين انين، الكاتاين هيتفاعل مع الاو اتش يعني ان اي او اتش، وده ان او 3 نيجاتيف هيتفاعل مع الاتش يعني اتش بوزيتيف، وان او 3 نيجاتيف يعني هي ده نيتريك اسيد، ده سترونج بيز وده سترونج اسيد. طالما ده سترونج بيز وده سترونج اسيد يبقى البي اتش فاليو عندي ايكوال كام يا مستر؟ 7. طب يجي يقول لك كده ان اتش 4 سي ال البي اتش بتاعته بكام؟ هتقول لي يا مستر ثواني، انت مش قلت لي كاتاين انين؟ افصل الكاتاين يبقى ان اتش 4 او اتش. طب الانين يبقى اتش سي ال، ده ويك بيز ده سترونج اسيد، يبقى البي اتش ايه؟ يبقى كده الاسيد هو اللي ايه؟ هو اللي واضح. يبقى البي اتش مالها؟ احنا قلنا البي اتش بتاعت الاسيد هنا 0 7 14، هنا اسيد صح؟ يبقى الاسيد ليز ايه؟ يبقى هتقول لي ده ليز ذان ال 7. فهمت اللعبه؟ فهمنا اللعبه يا مستر. طيب يجي يقول لك كده مثلا ان ايه 3 بي او 4 ده عباره عن ايه؟ صوديوم فوسفيت. يلا هات لي البي اتش بتاعته عشان دي هنختم بيها ان شاء الله. هتقول لي بقى نفصل كده يا مستر، ده كاتاين انين، الكاتاين يبقى ان ايه او، الكاتاين يبقى ان او اتش، وده اتش 3 بي او 4. عرفنا منين يا مستر؟ هو الاتش بوزيتيف والبي او 4 نيجاتيف 3. ركز معايا عشان تعرف هي جت منين، هنا 1 هنا 3 هتعمل كروس، يبقى اتش 3 بي او 4 هو ده. فهمت اللعبه؟ وده بوزيتيف نيجاتيف، فعلى طول مش هيبقى فيه اختلاف. مش ده سترونج بيز؟ الشاهد ان ده سترونج بيز، وده عباره عن ويك ايه يا اولاد؟ ويك اسيد. يبقى هنا اللي سائد البيز، يبقى البيز هيبقى البي اتش، هتقول لي جريتر او لارجر ذان مين؟ ال 7 يعني اكبر من ال 7. وبكده بفضل الله اكون رجعت لك على اهم النقاط واهم الاسئله، وعملت لك ملخص كده ايه كويس بالمنهج بتاعك كله. مش هوصيك بقى يعني فعلا، اللي مش هيعمل شير يا جماعه انا هزعل منه خلاص. يلا بالتوفيق ان شاء الله، وربنا يوفقكم كده وتعدوا على خير، وبقولي لي بقى عملتوا ايه، وان شاء الله باذن الله هكمل لك بقيه حل المودلز. بالنسبة للشباب اللي طلبوا جروب على الواتس والكلام ده، على الواتس حاليا هيكون صعب، لان فعلا والله انا مضغوط جدا وما عنديش وقت فعلا ارد على حد. بس هعمل لك لينك على الفيسبوك، بحيث برضو ان شاء الله اكون معاكم في اليومين اللي جايين دول، عشان لو حد محتاج اي سؤال عايز اي حاجة هرد عليه ان شاء الله على الفيس. وبالتوفيق ليكم ان شاء الله. شكرا، سلام عليكم، ما ننساش الشير، اديني قلت اهو. يلا سلام.